بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. باسم زملائي وزميلاتي بجمعية الصدر، جمعية السعودية لطب وجراحة الصدر، عند الزملاء والزميلات في الجمعية السعودية لطب صدر الأطفال، نمس عليكم ونقول لكم مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله معنا في هذا اللقاء في هذه الأيام المباركة من أيام رمضان. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن الجميع الصيام والقيام، وأن يجعل هذه الأيام مباركة علينا وعليكم يا كريم. في الجمعية السعودية للطب صدر الأطفال هناك الكثير من المبادرات وكثير من الفعاليات العلمية التي يقوم الزملاء فيها مشكورين بمحاولتهم للمساهمة في رفع المستوى التوعوي والتثقيفي عند الأطباء والممارسين الصحيين، وكذلك ولأهمية الموضوع عند الأهالي والمرضى بوجه عام. موضوعنا اليوم حنتكلم عن الربو عند الأطفال، وحديثنا موجه لأحبتنا الآباء والأمهات، لأنهم بعد الله سبحانه وتعالى هم الأطباء والممرضين والممارسين الصحيين الذين نعتمد عليهم بعد الله في تطبيق الخطة العلاجية التي يقوم بها الطبيب في المنزل. هذا اللقاء واللقاءات الأخرى التي سوف تكون من بعدها بإذن الله تعالى سميناها مبادرة وفاء. ومبادرة وفاء هي مبادرة لزميلة لنا، زميلتنا العزيزة القديرة الدكتورة مها الدباغ رحمة الله عليها، التي توفت في شهر أكتوبر الماضي، وهذا أول رمضان لنا بدونها. نسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يتغمدها في واسع رحمته، وهي من الأخوات الفاضلات المعلمات التي كان لها دور كبير في تأسيس الجمعية، وهي يعني معلمة لنا جميعا. هذه المبادرة شيء يعني من الرد الجميل البسيط، وهي مبادرة وفاء لهذه الأخت العزيزة، نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها. فهي مبادرة وفاء، وهو ملتقى باسمها حملات الدكتورة مها الدباغ للتوعية والتثقيف في أمراض الصدر. سوف تكون هناك لقاءات كثيرة بإذن الله تعالى في عدة يعني محاور ومواضيع مهمة في طب الأطفال وفي طب صدرية الأطفال بالذات. اليوم يوم استثنائي، لأنه معنا في هذا الملتقى زملاء أفاضل أساتذة في تخصصهم، وهم أيضا معلمين في للكثير من المتدربين على مستوى الطب العام، طب الأطفال وطب الصدرية. معنا في هذا اللقاء زميلنا وأخونا ومن المؤسسين للجمعية الدكتور سامي الحيدر، وهو استشاري طب الأطفال واستشاري الأمراض الصدرية عند الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمدينة الرياض، وهو أستاذ مشارك بجامعة الفيصل ومن المؤسسين للجمعية كما ذكرت. أيضا معنا أخونا العزيز القدير الدكتور عبد الله يوسف، أستاذ مشارك في جامعة الإمام عبد الرحمن في الدمام، جامعة الدمام سابقا، وهو رئيس قسم طب الأطفال وأيضا من المؤسسين الأوائل للجمعية، وله دور كبير جدا في الملتقيات والفعاليات وداعم رئيسي في هذا الجمعية. ويشرفني أن أكون مع هذه النخبة، أنا أخوكم الدكتور عادل الحربي، استشاري طب الأطفال وطب الأمراض الصدرية في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض. اليوم سوف يكون لقاءنا لقاء أخوي، لقاء مفتوح، ما راح تكون فيه هناك محاضرات ولا راح تكون فيه باوربوينت بريزنتيشن، ولكن سوف يكون اللقاء يعني من القلب للقلب، ونحاول بقدر المستطاع أن نجيب على الأسئلة التي ترد إلينا منكم، ونحاول أن نجاوبها. قبل ما نبدأ لقاءنا بس حبيت يعني أوجه بعض الإرشادات بما يخص كيفية التعامل والتفاعل في هذا الملتقى. سوف يكون هذا اللقاء يعني هناك بث مباشر على قناة اليوتيوب الخاصة بالجمعية فقط، يعني نكتب سعودي بيدياتريك بولمونولوجي أسوشيشن، نفس الشعار الموجود على اليوتيوب، اللقاء مباشر، وحيكون أيضا مسجل
ممكن نرجع له في الأوقات الأخرى. الشيء الآخر اللي أود أن أنوه له أن هناك في خانة في الزوم اللي هي Q&A، يعني سؤال وجواب، question and answer. أي سؤال يعني يرد منكم أو تحبون أن تسألوه إخواني وأخواتي فقط على هذه الخانة، ونحن أثناء اللقاء سوف نحاول نجاوب على هذه الأسئلة مع الزملاء الأعزاء. الشيء الآخر، سوف نبدأ لقاءنا حقيقة بأسئلة تصويتية، يعني حنسأل سؤال ونطلب منكم تجاوبوا عليه، وحيكون هذا السؤال هو منطلق للحوار، بمعنى أنه حيكون في سؤال بسيط إجابته نعم أو لا على شكل تصويت، حيرسل لكم تقريبا 20 ثانية 30 ثانية بالكثير، تجاوبوا عليه تطلع النتيجة بنشوفها وبنبدأ نحن يعني يكون الدسكشن أو المحاورة أو النقاش على هذا الأساس. بسم الله نبدأ. كنترول ارسلنا السؤال الأول سمح. السؤال الأول، هل مرض الربو شائع في السعودية؟ يعني إجابته نعم أو لا، يا ليت تجاوبون لو سمحتوا. نشوف النتيجة. كنترول دكتور عبد الله يوسف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا أخي دكتور عادل على الافتتاحية لهذا الملتقى. إن شاء الله نسأل الله في هذه الأيام الفضيلة أن يزيل الأمة عن الغم عن الأمة، وإن شاء الله أن يتقبل ويرحم الدكتورة مها ويدخلها في سياح جناته. زي ما شفنا في التصويت، السؤال الأول كان عن موضوع هل الربو مرض شائع في السعودية، وكان أعتقد في اكتساح في إجابة المشاركين، واضح أنهم عارفين يمكن تقريبا حجم المشكلة اللي موجودة عندنا. طبعا الربو أحد أكثر الأمراض شيوعا لدى الأطفال، وأحد يعني أحد أهم أسباب التنويم كأمراض مزمنة لدى الأطفال. وطبعاً يمكن على المستوى العالمي تقريباً حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، تقريباً يوجد أكثر من 300 مليون شخص في العالم يعاني من مشاكل الربو. عندنا في السعودية في شخص يعاني من أو لديه أعراض أو يتابع من أجل أمراض الربو أو حساسية الصدر. في دراسات كثيرة على يعني مستوى المملكة، للأسف أجريت يعني من عشرات السنين من ابتداء من 1985 حتى الآن، وضحت إحصائيات الربو في المملكة أنها متفاوتة، يعني ما بين 8% في بعض الدراسات إلى وصلت حتى أكثر من 24% على مستوى بعض المناطق، في معدل ما بين المناطق هي ما بين 10 إلى 15% شيوعاً عند الأطفال. فطبعاً 10 إلى 15% من الأطفال في أحد المناطق يكون عندهم أعراض أو ربو، طبعاً هذا يعني يعتبر مشكلة، وتزيد حجم المشكلة طبعاً في فترات معينة في السنة طبعاً، وأهمها هي طبعاً في بداية فصل عن مدارس في سبتمبر وفي فصل الشتاء. فتعاني طبعا اكيد كثير من المستشفيات والطوارئ والعيادات تقضي المرضى الربو، ويحتاجوا طبعا الى عنايه خاصه في خلال هذيك الفتره. طبعا يعني خلاصه الموضوع، طبعا نعم بالتاكيد هو مشكله شائعه عندنا ومرض يحتاج له الى متابعه على مختلف الفئات، ابتداء من الطبيب العام الى الطبيب المتخصص للاطفال والى الاستشاريين المتخصصين في الربو. كما تفضلت اخوي الدكتور عبد الله، يعني حقيقه الربو مشكله من المشاكل الكبيره اللي ليست فقط يعني نعاني منها
كأهالي كمرضى، ولكن حتى على النظام الصحي في البلد وعلى الاقتصاد. يعني الحالات الربو عند الأطفال يعني كثيرة، وكل سنة نحن بنشوف حالات، ممكن حتى الأهالي يلاحظوا معنا هذا الشيء. كل سنة للأسف يعني تكون الحالات أكثر من الحالات التي تليها. فما أدري دكتور سامي، يعني في رأيك ليش نحن بنشوف الحالات هذه بتتزايد كل سنة عن سنة، مع أنه ما شاء الله الطب تطور وطرق التشخيص والفحص تطورت والمستشفيات ما شاء الله عدد الأطباء تطوروا، يعني وفي هناك يعني جايد لاينز، ليش بدأنا نشوف المشكلة تتزايد سنة عن سنة؟ نعم، في الحقيقة في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، وأتقدم بعد شكر الله لكم أخي الدكتور عادل وللزملاء في مجلس إدارة الجمعية على هذه المبادرة ولمسة الوفاء لأختنا رحمها الله الدكتورة مها الدباغ، في لمسة الوفاء التي بإذن الله ستحقق الهدف المنشود ويكتب لها الله الأجر المترتب على هذه المبادرة. هذه مبادرة مجتمعية تساهم وتساعد في رفع الوعي تجاه التعامل مع الربو لدى الأطفال، وهو كما أشار أخي الدكتور عبد الله حالة تستدعي تكاتف الجهود لوجودها، ولأنها تشكل حالة صحية ذات وقع عالي على المنظومة الصحية في المملكة. فيما يخص إجابة سؤالك أخي الدكتور عادل، فيما يخص ازدياد نسبة اكتشاف حالات الربو وإلى ماذا يمكن أن يعزى هذا الأمر، هو فعلا هي ملاحظة على مستوى العالم، وهي مرتبطة بتطور المنظومة الصحية وتكامل وتكاتف العاملين في هذه المنظومة، من درجة الرعاية الأولية مرورا بالخدمات المقدمة من المستشفيات المتقدمة في الرعاية المتقدمة. ويمكن أن يعزى هذا الأمر إلى وجود هذه الخدمات التشخيصية التي أصبحت تلتقط الأطفال الذين يعانون من الربو والوصول إلى التشخيص الصحيح لهم، بينما في السابق قد تكون هذه الحالات لا تخضع للرعاية الصحية المطلوبة ولا يحظى الأطفال بالتشخيص الأمثل. هذا من جهة. من جهة أخرى، تطور المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية ممثلة بجهاتها التنظيمية كوزارة الصحة، وكذلك جهاتها البحثية كالجامعات والجمعيات المهنية مثل جمعيتنا المهنية، أصبحت تقدم دراسات بحثية تقوم على اكتشاف وتشخيص وقياس مدى المشكلة، وهو ما أسهم الحقيقة بزيادة المعرفة والوعي تجاه هذه المشكلة. باقي أن أشير إلى ملاحظة أخرى، الربو يعتبر من الحالات الصحية المرتبطة بتفاعل الجوانب الوراثية مع الجوانب البيئية، والجوانب البيئية بالذات ما يسمى في المصطلحات الطبية بالبيئات المعقمة أو البيئات البعيدة عن الأجواء الريفية التي يتعرض فيها الطفل لتفاعلات مع الميكروبات الحيوية الدقيقة التي تطور جهازه المناعي. أصبح هناك ما يسمى بالنظرية المرتبطة بتطور الجهاز المناعي في البيئة غير الريفية، وهو ما قد يكون فعلا مؤثر إلى أن هذه البيئات وهؤلاء الأطفال الذين ينمون في مجتمعات من هذا النوع، والمملكة العربية السعودية بفضل الله ثم بفضل التطور المدني المشهود، قد يكون فعلا هو تكرار لما تم مشاهدته في الدول الأخرى من حيث زيادة الحالات المرتبطة بالتحسس وتطور الجهاز المناعي والذي يعد على رأسها حالة الربو لدى الأطفال. يبقى جزء أخير الحقيقة، الارتباط مع الجوانب الوراثية قد تكون كذلك ذات صلة، ومجتمعنا قائم على حقيقة طبية واضحة للجميع، وهي وجود زواج الأقارب وأبناء العم، وهو ما قد يؤكد تعزيز الجوانب الوراثية لدى الأطفال لدى الأسر التي يكون هنالك زواج أقارب، قد يؤكد احتمالية إصابة الأطفال بالربو نتيجة التفاعل الوراثي مع البيئي كما هو موصف علميا. صحيح، وللأسف إنه يعني هالمعلومة هذه ضروري إنها يعني تعرف، لأنه في كثير من الناس يعتقد إنه الربو هذا المرض الشائع
واللي احنا الان اكتشفنا انه يعني حتى الاهالي يعني مؤيدين انه شيء منتشر. لكن في سؤال اخر برضه دائما يعني نحن نتعرض له او نشوفه في العياده، او قد يكون سبب من اسباب عدم التحكم في مرض الربو او عدم القدره على السيطره على المرض. خلينا نشوف الكنترول السؤال ايش بيقول. هل مرض الربو يعني مرض فقط يصيب الكبار يعني ما يصيب الاطفال؟ هل هو مرض مجرد مرض كبار؟ لانه نسمع هذا الشيء دائما يقول لك الربو رب للكبار، يعني الطفل ما يجي له ربو ما في الا العافيه. فحاب نشوف التصويت لو سمحتوا صوتوا. نشوف النتيجة كنترول. يمكن واحد فقط اللي قال إنه لا يصيب الأطفال، والبقية 98% قالوا إنه يصيب الأطفال. يعني 98% يقولوا لا إنه مرض مشترك كبار. سامي يعني إيش ردك على اللي بيقول ان الربو هذا ما يجي للاطفال، هذا ربو مجرد كبار والاطفال الصغيرين دول يحليلهم يزينهم ما فيهم الا العافيه، لا تجيبوا لهم امراض. نعم. الحقيقه هناك اسباب كثيره لوجود مثل هذه المعلومه الخاطئه. احد هذه المعلومات مرتسم كما تفضلت اخوي عادل، ان مشكله المرض كربو مزمن يصيب كبار السن الذين لديهم امراض الانسداد القصبي او الربو المزمن لدى الكبار، قد يكون هو الذي القى بظلاله ان يكون لدى فئات المجتمع هذه الشعور ان الربو لا يمكن ان يصيب الاطفال. وهذا يمكن الحقيقه يدلنا او يسوقنا الى حقيقه اخرى، وهو ان الربو وان كان مصطلح واحد يستخدم للكبار وللاطفال، ولكن الربو لدى الكبار هو مرض مختلف عن ذلك الربو الذي يصيب الأطفال لجوانب مختلفة، وسيأتي يمكن طرحها خلال هذا المحور. لكن جوابا على هذا السؤال، لا، هي فعلا معلومة خاطئة. الربو يصيب الأطفال وإن كان يختلف في طبيعته وفي مخرجاته عن ما يصيب الكبار، وهو ما يسترعي طرح هذا الموضوع هذا اليوم من وجهة نظر أطباء الأمراض الصدرية لدى الأطفال، حتى يتم التعاطي مع المرض بكل وضوح وشفافية. قد يكون هناك قلق من الآباء والأمهات أحياناً، يمكن هذه نشاهدها جميعاً زملائي في العيادات طب الأطفال أو العيادات الصدرية، أن يتم استخدام مصطلحات عاطفياً تواكب تطلعات الأب والأم، وهو ما يمكن تسميته بحساسية الصدر أو انسداد شعبي أو التهاب شعبي. حالة الربو يجب أن لا يتم الهروب منها عندما يقوم تشخيصها من قبل متخصص، لأن أول خطوات التغلب على الربو هو مواجهة الربو والاعتراف بوجود الربو واتخاذ الإجراءات المناسبة للتغلب على الربو. وهذه يمكن الحقيقة المهمة التي يجب أن نؤكدها للآباء والأمهات ولأطفالنا الأعزاء اللي يشاهدون. وحقيقة برضو يعني معلومة لابد يعني حبتنا الأهالي يعرفوها، أنه ترى الربو ما هو شيء خطير. يعني أنا دائما أقول بالعيادة الربو صديق مصادقه، لكنه عدو إذا تخاصمنا معه. يعني هو مزاجي الربو، ما يبغى أحد يتخاصم معه. إذا صادقته تعلمت بالضبط زي ما حنشوف الآن في هاللقاء كيف نتعرف على الربو، كيف نعرفه بأسهل الطرق. هو مرض زي أي الأمراض الأخرى اللي ممكن تصيبنا، هذا قدر الله وما شاء فعل، ولكن الأهم في هذا الموضوع كيف نتعامل، بالذات لما نحن نتكلم عن أطفال. أطفال هم المستقبل، هم الاستثمار المستقبلي لنا للأمة. فلذلك يعني الكبير هو يعرف أعراضه، يعرف مشكلته، يقدر يعبر عن نفسه، يقدر يروح للطوارئ، يقدر يقول أنا صدري مكتوم، بينما الطفل لا يعبر. الطفل فقط يعبر بطريقة واحدة هي البكاء، أو يعني يقلب لك الدنيا في البيت بطريقة غير يعني مفهومة. لذلك يجب علينا كأهالي كآباء أمهات نتعرف على المعاناة ونعيها، وفي نفس الوقت نتأقلم معها، لأنه صدقوني علاج الربو جدا سهل وبسيط، بشرط أن نتعلم ما هو الربو
وكيف نتعامل معه بأبسط الطرق. أنا بعض الملاحظات جاتني يا شباب، الصوت قد يكون عند الدكتور سامي شوية ما هو واضح، أسمع الملاحظات بتجيني، وأتمنى من الأحبة الحاضرين معنا يكون أسئلتهم على الـ Q&A لا يرسلوا على الشات لو سمحتوا، والكنترول لو تكتب لنا الشات for a while. طيب الدكتور عبد الله، احنا جينا الان الربو وشيء يعني كومن ومنتشر وتعاني منه تقريبا معظم الاسر، بالذات في مناطق معينه وفي اسر معينه. يعني تعريفك البسيط جدا للربو البسيط اللي هو الاهل، يعني خلينا نبعد شويه عن المصطلحات العلميه، ما هو الربو بابسط طريقه يفهمها الاب والام؟ طيب يعني سؤالي كان شويه شائك في هذا الموضوع، لانه دائما عندما الواحد انا شايف حتى الحين في الكويشنز الاسئله اللي قاعد تجي حاليا اختلاف بعض الناس في تشخيص الربو. يعني شفت احد الاسئله اللي جاي الان من احد الامهات بتقول انا من عارفه ولدي عنده ربو ولا ما عنده ربو، كل واحد حسب تعريف الطبيب. يعني لا خلينا نعرفه باسهل طريقه، يعني انا اب الان، ما لا تقول لي برونكوس باز، لا تقول لي ازمه، لا تقول لي ريفرسبيلتي، ايش هو الربو باسهل طريقه يعني افهمها؟ طيب هي ببساطه هو تحسس تحصل في الشعب الهوائيه وفي القصبات الهوائيه والشعب الهوائيه، ناتج عن تاثر هذه الشعب الهوائيه بمؤثرات او مهيجات موجوده في البيئه يسبب انقباض في الشعب الهوائيه الشعبات الهوائيه. انقباض هذا يظهر اثره في الطفل كاعراض مثل الكحه او الصفير والازيز، وعاده هذه الاعراض تختفي بمجرد عطائها علاجات موسعه للشعب الهوائي. هذا هو باختصار. يعني ممكن انا اضيف حاجه بسيطه، يعني تعرفوا الجهاز التنفسي اول شيء احنا ليش نتنفس؟ الله خلقنا للجهاز التنفسي فقط لوظيفه مهمه، هو استخلاص الاكسجين من الهواء، ولأن الأكسجين مهم جدا في بناء الخلايا وبناء الطاقة للجسم، هذه الأساس من خلق الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي هذا منحني من الداخل بأغشية مخاطية تحافظ عليه، وحوالين هذه الأغشية في عضلات بسيطة يعني بتكون دائرية على الجهاز التنفسي. المشكلة يعني أنا أشبهها دائما للأهالي، نقول شفت لما يكون الشخص عنده إكزيما على الجلد أو تحسس في الجلد، يكون جلده ما فيه إلا العافية سليم معافى، فجأة يتلامس مع كريم معين، مع مثلا ملبوس معين، وفجأة يبدأ الجسم يحك ويحمر ويخشن ويصير مزعج. نفس الفكرة بالضبط تحدث على الجهاز التنفسي من الداخل، بس ما يحك، يبدأ يضيق، يفرز مخاط، ويسبب يعني أزيز وكحة واحتياج للتنفس بشكل أفضل. اللي يحدث في الجلد بالضبط يحدث الجهاز التنفسي من الداخل، لكن بطريقه غير، هناك حكه واحمرار، هنا لا كحه واصفرار او صفير. الانف كذلك، اللي عنده الانف متحسس بمجرد ما يستنشق ماده معينه عن طريق الانف يبدا الانف يعاطس، عيونه تبدا يفرز مخاط، نفس الفكره بالضبط. اذا هو رده فعل باتجاه مسبب، ومن هنا أتى الاسم الحساسية، يقول لك أنت إنسان حساس. ليش حساس؟ يعني أي ردة فعل أنا أقول لك كلمة تبدأ يعني أنا أقولهم تثور فيني. فالجهاز التنفسي متحسس متهيج، ردات فعله مبالغة فيها لأشياء بسيطة تدخل، يعني ذرة غبار علي وعليك ما تسوي لنا شيء، بس جهازنا التنفسي اللي يكون عنده حساسية يكون متهيج فيفرز مخاط ويفرز إفرازات مخاطية سبب الضيق. طيب ممكن يا دكتور عادل برضه نضيف هذه النقطه كمان، ويعني زي ما تفضلت وقلت انها حساسيه، يعني حساسيه خصوصا في الصدر، ولذلك يمكن في مصطلح شائع موجود عند بعض الاهالي لما تيجي تسال يجيك في العياده تسال عن تاريخ المرض، تقول له والله هل عندك ربو؟ يقول لك لا الحمد لله ما عندي ربو، لكن بحساسيه، فقط حساسيه وبسيطة. حساسية في الصدر، حساسية بسيطة في الصدر، وهذه يعني يستخدمها البعض لتخفيف الوقع يعني، ولكن يعني علميا حساسية الصدر تساوي الربو، نفس هي نفس المصطلح، فقط يعني تغيير في طريقة إلقاء يعني أو إعطاء. طيب دكتور سامي، يعني
وإيش تعتقد مثلا؟ يعني أنا أبغى أفضل كلمة حساسية الصدر، ما أبغاكم تقولوا لولدي إنه يكون عنده ربو. ليش أنتم متشددين على قضية ربو؟ خلينا نقول حساسية الصدر عشان شوية تكون ثقلها خفيف عليه. نعم، أنا أعتقد الحقيقة يمكن أحيانا في العيادة ومع زخم كثرة المرضى والمراجعين يندر أن الطبيب المعالج أن يستطرد في نقاش مواضيع طبيعة الربو وما يفعل الربو داخل جسم الطفل المصاب بالربو. لذلك أنا أعتقد إثراء هذا الموضوع في هذا اللقاء جدا مفيد، وليس من التفصيل العلمي الذي يتعدى استيعاب الآباء والأمهات والأطفال كذلك. أنا أعتقد شرح هذا الموضوع له أبعاد إيجابية جدا مهمة. لما يأتي الحديث عن اتخاذ إجراءات وقائية قد تتطلب تغييرات حياتية في البيت، مثل توقيف تعرض الطفل للبخور أو دخان السجائر أو اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحد من تعزيز الصح الحساسية وتهيج الصدر داخل المنزل، أو كذلك استخدام الأدوية المحكمة التي تنظم استقرار حالة الطفل، وهي عادة تتطلب وقت طويل من الاستخدام وآلية وطبيعة بالاستخدام مقننة، قد يتبادر إلى ذهن الآباء والأمهات لماذا كل هذا؟ لذلك أنا أعتقد استحضار هذه المفاهيم الفسيولوجية مبسطة لذهنية الأب والأم بل والطفل، لذلك أنا أعتقد مهم جداً أن الآباء والأمهات يشركون الأطفال في هذه المعلومة. تخيل الجهاز التنفسي أنه عبارة عن أنبوب، وهذا الأنبوب هو عبارة عن قناة لمرور الهواء تخضع للقوانين الفيزيائية. إذا ضاق هذا الأنبوب فإن الطفل سيعاني صعوبة في التنفس. الدماغ والجهاز التنفسي سيقوم بتفسير هذا الضيق والصعوبة بأنها انسداد، وهذا يحفز السعال. يستدعينا أن نسأل نفسنا لماذا هذا الانسداد الحاصل داخل القصبات الهوائية. هناك ثلاثة أسباب مبسطة يمكن أن أذكرها للأباء وللأمهات وللأطفال. السبب الأول وجود التهاب أو أحياناً ما يسمى تجاوزاً حساسية، وهذا الالتهاب هو عبارة عن الأثر المنبعث من تحفيز الجهاز المناعي في القنوات الشعبية التنفسية، ضخ خلايا المناعة ينتج عنه احتقان واحتشاء داخل جدار القصبات الهوائية، يتم إفراز محفزات للالتهاب، هذه المحفزات تهيج البطانة المبطنة للأنف، أشبه ما تكون بانسداد الأنف عندما يصاب بالحساسية أو بالزكام، ينتج عنها تهيج، وهذا العامل الآخر بعد ضخ الخلايا المناعية ينتج عنها تحفيز للخلايا المفرزة للمخاط والبلغم، وهذا السبب الثاني لزيادة الانسداد والضيق داخل المجرى. والسبب الثالث هو وجود فتيلة عضلية حوالين القصبة الهوائية، عندما يتم تحفيزها عن طريق الجهاز المناعي تتقلص هذه القصبة. استحضار هذه الأسباب الثلاثة الحقيقة جدا مهم للآباء والأمهات أن يعلموا أولا أنه ليس فقط الميكروب هو المسبب، قد يكون مهيج تحسسي. الثاني يربطونها باستخدام التدابير الوقائية التي تمنع التهيج ابتداء، ومن ثم معرفة التدخلات العلاجية الدوائية وتأثيراتها الدقيقة على الثلاثي الذي يسبب انسداد الشعب الهوائية. أعتقد هذا موضوع جدير بالتركيز من الآباء والأمهات، وأنا أذكر دائما للآباء والأمهات في العيادة أقول لهم إذا تململوا من هذا الشرح أقول لهم تذكروا هذا الكلام عندما يتحسن الطفل بعد اجتياز أزمة الربو، لأن الآباء والأمهات والأطفال يقومون منتصف الليل ويأخذون العلاج عندما يكون الطفل يعاني، لكن لما يتجاوز الطفل المرحلة الحرجة يبدأون يتقاعسون عن هذا الانتظام، وبالتالي أذكرهم بهذا الثلاثي الذي هو غامض وداخل الجسم يعمل بصمت، والدليل أن الطفل يرجع مرة أخرى لنوبة حادة بعد أن يتعرض لمهيج آخر إذا تم التوقف عن الإجراءات العلاجية. ممتاز، ويعني برضو نحن بنبسطها للأهالي، يعني ما نختلف قضية إنها حساسية صدر ولا ربو، الفكرة في الأخير نتفق إنه هالمرض ذا سواء كان حساسية صدر أو ربو فهو لابد أن يتحكم في الأعراض، ولا نترك الطفل نقول والله نخليها على الله هو يكبر ويتقوى، لا، هو لابد نتحكم فيه مبكرا. حساسية صدر هي طبعا، أنا دائما أقول الربو هو اسم خاص للحساسية بالصدر، يعني أنا ما أقدر أقول ربو الأنف، ما أقدر أقول ربو الجلد،
بس لما نقول الربو فهو اسم خاص بحساسية الصدر، زي لما نقول إكزيما ما أقدر أقول إكزيما إكزيمة الصدر، فالربو هو حساسية الصدر. طيب خلينا نشوف السؤال الآخر. كنترول مزلنا السؤال لو سمحت. يعتبر مرض الربو ناتج عن التهاب غير بكتيري يصيب القصبات الهوائية ويحتاج مضاد حيوي لعلاجه، يريد تجاوبون لو سمحتم. هيكون بإذن الله أسئلتكم كلها حنجاوب عليها على آخر اللقاء. الآن نحن بنحاول نصيغ اللقاء بطريقة سؤال وجواب ودسكشن وحوار بيننا، لكن أسئلتكم محل الاهتمام ونحن متابعينها وحنشوفها في آخر اللقاء ونجاوبها إن شاء الله سؤال سؤال. الإجابة لو سمحت كنترول، الإجابة بتقول 18% بيقولوا نعم هو يعتبر مرض الربو ناتج عن التهاب غير بكتيري يصيب الأطفال ويصيب القصبات الهوائية ويحتاج إلى مضاد حيوي لعلاجه، و 82% قالوا لا، يعني متفقين. حنشوف ليش. أوكي طيب جميل جدا. إذا في هنا كلمة قد تسبب لنا شوية confusion أو يعني ربكة خصوصا عند الأطباء. نحن نقول هو التهاب للقصبات الهوائية غير بكتيري غير فيروسي، يعني لا يسببه ميكروب، فهو التهاب فعلا زي ما ذكر الدكتور سامي، هو تهيج في الجهاز التنفسي في البطانة الخاصة بالجهاز التنفسي الداخلي نتيجة لتعرضها لمحيجات خارجية، ويحدث من هذا التهيج إفرازات مخاطية داخل هذه الأنابيب الصغيرة اللي مخصصة للتهوية تسبب انسدادها وتضيق القصبات الهوائية بسبب ضغط العضلات عليها من الخارج، وبالتالي يعاني الطفل من كحة وضيق في التنفس. وهنا يعني معلومة جدا مهمة، ترى على فكرة الطفل عندما يكح هو ليس مريض بالكحة، الكحة هي خدمة مقدمة للطفل في غياب خدمتنا له. ليه بكح طيب يا دكتور؟ يعني إيش الفلسفة هذه؟ لا هي فعلا هو لما بكح احنا قلنا تضيق القصبات الهوائية، فيقول هو يحاول يبقى يفتحها كأنه يفخ، كأنه بينفخ هواء داخل هذه الأنابيب للداخل عشان تفتح، لكن الكحة مزعجة، لا تخليه ينام، لا تخليه يأكل، تسبب له مشاكل. فنحن لما نعالج الطفل نقول له لو سمح لا تكح، إهدى، نحن بناخذ عنك هذا الدور ونهديه. لذلك على هذا السبب يعطى موسع القصبات الهوائية وغيره. طيب ايش دخل الموضوع على المضاد؟ ليش نعطي مضاد؟ انت قلتوا لنا من شوي انه التهاب، بس انتبهوا هو التهاب غير بكتيري غير جرثومي، يعني هو تهيج بمعنى اصح. يعني انا احب كلمه التهاب دي ما تذكر في الموضوع، هو تهيج للجهاز التنفسي وليس التهاب، وبالتالي لا نحتاج المضاد الحيوي ابدا. قد يكون هناك التهاب في الجسم في منطقه من الجسم نتيجه لهذا الالتهاب، تهيج الجهاز التنفسي زيه زي الغبار والعطور والبخور، لكن ما هي قاعدة إذا تهيج الجهاز التنفسي بأزمة ربو نعطي مضاد، هذا خطأ ومن الأخطاء الشائعة التي يجب أن نتحاشاها. دكتور عبد الله إيش يعني إيش رأيك في موضوع المضاد الحيوي من خبرتك، و يعني إيش تعليقك على هذا الموضوع؟ مايك طبعا سوري للاسف يعني كثيرين من كثير من الاهالي بمجرد ما تبدا اعراض الكحه تظهر عند ابنائهم يحاولوا يذهبوا ل نقول اسهل شيء ممكن يطلبوه من الطبيب وهو صرف مضاد حيوي للكحه يعني. والحمد لله مع القرارات الجديده لوزاره الصحه كانت اول هذا شيء سهل، الواحد قد يروح للصيدليه ويطلب مضاد للكحة. طبعا للأسف يعني أو خلينا نقول كده أنه لا يوجد ما يسمى مضاد للكحة، لا يوجد مضاد حيوي اللي يوقف الكحة إلا إذا كانت ناتج من التهاب في الصدر أو التهاب بكتيري أو نحن نقول نيمونيا أو حاجة كده ممكن، ولكن الكحة العادية خصوصا الكحة بسبب الربو أو التهابات الفيروسية المضادات الحيوية ليس لها أي فائدة ولا تساعد في تقليل الأعراض.
دائما يعني نوجه نحن دائما خصوصا الاطفال او الاهالي اللي عندهم اولاد ابناء مصابين بالربو، حتى من غير زياره الطبيب، بمجرد ما تبدا معاه اعراض الكحه والاسعال او الكحه الليليه، انه مباشره يبدا بعلاجات الموسع الشعب الهوائيه، خصوصا اذا تم تشخيصه وعنده متابعات، يبدا مباشره في البيت قبل ما يعني يحضر للعياده او للمستشفى، خصوصا اذا كانت حالته مستقره لا تستدعي الذهاب للطوارئ. فدائما دواء الكحه بالنسبه لمريض الربو هو علاج الموسع الشعب الهوائيه، مثلا البخاخات او البخار البنترين، ويعطى مباشره بمجرد ظهور الاعراض. طيب دكتور سامي، انت من شويه ذكرت لنا وانا تطرقت للموضوع انه التحسس هو تهيج وتضييق القصبات الهوائيه، وانا قلت انه والله بنكح والكحه تعب الطفل. طيب خليني اعطيه شراب كحه، يعني الدكتور عبد الله شويه لما ذكر خليني اعطيه طيب الموسع بدل ما اوديه واعطيه بخار وبخاخ. وانا صراحه انا كاب ما احب البخاخ، انا اتكلم بلسان الاباء الان، يقول لك انا ما ابغى البخاخ، لا البخاخ يسبب لي مشاكل، خليني اعطيه شراب الفنتولين يشربه يسهل اموره ورب سمع الدعاء. ايش تقول؟ نعم، انا بس يمكن حاب ارجع النقطة جزئيه بسيطه، موضوع التحسس او الالتهاب. يعني يمكن المصطلح احيانا تحريره يحتاج انه يذكر، يعني حتى يتم تحريره وحتى ما يكون في كونفيوجن لما يذكر او لخبطه للاباء والامهات. كلمه التهاب هي الحقيقه ترجمه عربيه للمصطلح الانجليزي الانفلاميشن، وهو تفاعل الجسم عن طريق الجهاز المناعي تجاه اي مهيج، وهذا المهيج قد يكون بكتيري ناتج عن عدوى او فيروسي او اي ميكروب دقيق، او قد يكون ناتج عن التهاب او تهيج غير ميكروبي ناتج عن مهيجات تحسسيه من 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 الطبيعه او من الحياه الصناعيه. انا اعتقد يمكن ما تشير له دكتور عادل وهو ما يجب ان ينتبه له الاباء والامهات، ان الالتهاب المشار اليه عند استخدام كلمه التهاب في الربو والحساسيه هي عدم وجود عدوى بكتيريه او فيروسيه بالضروره تستوجب المضاد الحيوي. وانا اعتقد هذه رساله مهمه ومهمه جدا نظرا لما نشاهده احيانا من ممارسات من غير متخصصين في القطاع الصحي وفي القطاع غير المتخصص في التعامل مع الاطفال المصابين بالربو. وهذه رساله اعتقد جدا واضحه ومهمه، اذا ليست العبره على ذكر كلمه التهاب، هي ان نستحضر انه ليس بالضروره تهيج ناتج عن التهاب ميكروبي دقيق يستوجب مضاد حيوي. فيما يعني يخص تفضل. لا تفضل جوهر. فيما يخص السؤال المهم اللي ذكرته، هو تحفظ كثير من الآباء والأمهات أو مجموعة من الآباء والأمهات حول استخدام الأدوية الخاصة بالربو، وهي الأدوية الشائعة الموثقة الموصى بها عن طريق الاستنشاق، ورغبتهم باستخدام أدوية بديلة عن طريق الفم، سواء أدوية مثبطة للكحة أو أدوية موسعة للشعب. التوصية الطبية من المختصين هي تجنب هذا النوع من الأدوية لأسباب كثيرة. فيما يخص أدوية تثبيط الكحة، كما أشار أخي الدكتور عبد الله، الكحة هي عرض للحساسية أو الربو، وبالتالي ليس التعاطي معها عن طريق تثبيط هذه الكحة، بل عن طريق علاج الأسباب التي هيجت الجسم للسعال والكحة. الكحة في منظورها للأطفال هي عبارة عن جهاز إنذار ينبغي عدم تثبيطه. متى ما كان هناك سبب للجسم والذات عند الأطفال للسعال، يجب أن يسعى للطفل حتى يستخرج هذا المخاط أو الانسداد الجزئي الموجود في الشعب الهوائية، وينبغي أن نتوجه إلى علاج جذور هذا الانسداد المهيج للسعال والكحة. الأدوية الموسعة للشعب التي تعطى عن طريق الفم هي أدوية قديمة، وكانت هي بداية الأدوية الموجهة لمساعدة الأطفال الذين يمرون بأزمات حادة للربو. مع تطور الخدمات والرعاية الطبية والصحية، توجهت الاستخدامات إلى استخدام الأدوية عن طريق الاستنشاق، وذلك لأنها أكثر مأمونية للأطفال. الأدوية الموسعة للشعب هي عبارة عن أدوية تؤثر على أجهزة وأنظمة متعددة داخل الجسم إذا تم أخذها عن طريق الفم، أقصد بذلك الشراب أو عن طريق الوريد،
لأنها ستمر على مختلف أجزاء الجسم وسيكون لها آثار جانبية على ارتفاع ضربات القلب، توتر الطفل، الخفقان، انخفاض السكري وغيرها من الجوانب التي قد تكون عند إساءة الاستخدام مؤثرة. في مقابل آثار جانبية محدودة ومأمونة عند استخدام هذه الأدوية عن طريق الاستنشاق. قد يكون سبب توجه الآباء والأمهات لهذا النوع من الأدوية المصطلح والمبدأ الخاطئ الذي قد يتواجد أحياناً، أن استخدام الطفل وبداية علاقته مع الاستنشاق، أدوية الاستنشاق، قد تكون سبباً في ارتباطها بشكل مزمن مع الطفل، وأن الطفل سينمو مريضاً للربو عندما يكبر. وهذا مفهوم خاطئ وقد يأتي النقاش عنه لاحقاً. هل بداية طفلي مع أدوية الربو تعني استمرار الطفل طول العمر مع هذه الأدوية؟ هذا الخوف غير حقيقي، ويجب أن لا يمنع الآباء والأمهات والأطفال من استخدام الأدوية الموصوفة من قبل مختص في علاج الربو، لأن مبدأ بداية الطفل مع هذه الأدوية أنه يؤدي إلى الاستمرار مبدأ خاطئ وليس صحيح. ممتاز، بارك الله فيك. الآن يعني بس نلخص بسيط إيش إلى ما وصلنا له إلى الآن، بالذات لضيوفنا اللي التحقوا فينا متأخرين. إذن كخلاصة، الربو عند الأطفال هو مرض شائع يتزايد كل سنة، وذكرنا أسباب التزايد. هو مرض شائع ولكنه سهل التحكم، أعراضه ناتجة عن تهيج يلد الطفل بهذه القابلية لهذا التهيج. التهيج هو عبارة عن تهيج التهاب غير بكتيري غير جرثومي غير عدوى، تحدث في القصبات الهوائية التي تساعد في يعني أو إيصال الأكسجين، وبالتالي تصير هناك ضيق إفرازات مخاطية داخل القصبات الهوائية، مما يؤدي إلى أعراض. الأعراض تأتي على شكل كحة، ضيق في التنفس. وعند العلاج يجب أن نعالج المرض ولا نعالج فقط الأعراض. يعني مهم للحكمة أن نروح نعالج الكحة لوحدها وضيق التنفس لوحده، بل نعالج السبب، السبب الرئيسي للمشكلة. وصلنا أيضا إلى أن المضاد الحيوي ليس من ضمن الأدوية التي تعالج الربو، ولكن قد يكون هناك التهاب وعدوى ضمن المهيجات التي أصابت الطفل، وبالتالي قد يحتاج المضاد. والذي يقرر هذا الشيء هو الطبيب المختص. نحن ضد المضادات الحيوية المفرطة، لأن هناك مشكلة على فكرة. في 2050 حتكون جائحة في العالم، وهي جائحة مقاومة ضد المضادات الحيوية لو بدأنا بهذا الإفراط. وعشان كده وزارة الصحة مشكورة قامت بتقنين موضوع صرف المضاد الحيوي. قبل كم سنة كنا أي واحد يروح للصيدلية ويأخذ المضاد، الآن لا، ما تصرف إلا عن طريق الأطباء. لذلك المضاد الحيوي مهم جدا. في سؤال مهم يعني أنا جاني الآن من الزملاء، هل هناك علاقة بين الوراثة والربو؟ يعني هل أنا لازم يكون عندي وراثة عشان يجيني مريض في ربو في الأهالي؟ ما هو دور الوراثة دكتور سامي في موضوع الربو؟ نعم، وهذه الحقيقة من المواضيع أيضا المعقدة، الارتباط والسؤال عن ارتباط الربو بالجانب الوراثي. ولعلي يمكن أقسم الموضوع إلى عدة محاور. السؤال الأول والواضح والصريح، هل يعتبر الربو من الأمراض الوراثية التي تتأتى عن طريق قوانين الأمراض الوراثية المعروفة التي تنحى فيها صفة السائد والمتنحي؟ الجواب بكل وضوح أن الربو ليس مرض وراثي يتبع الصفات الوراثية التي ينتقل فيها المرض بشكل مباشر أو يمكن التنبؤ فيه بشكل مباشر من جيل إلى جيل. لكن السؤال الأكثر تعقيد أن الربو الحقيقة لا يرتبط بعوامل وراثية، وهذا الحقيقة مرتبط لأنه النتيجة النهائية لحالة الربو المرتبطة بالثلاثي اللي ذكرناه، اللي هو تداخل الجهاز المناعي، تداخل المهيجات المرتبطة بالجهاز التنفسي وإفراز المخاط والبلغم، الثلاثي المرتبط بالجهاز العضلي العصبي والفتيل العضلي حوالين القصبات الهوائية. هذه المنظومة المعقدة هي مرتبطة بمنظومة معقدة من الارتباطات الوراثية داخل خلايا الجسم وأنظمتها المختلفة. وبدأت الحقيقة المعلومات والدراسات العلمية تشير إلى أن هنالك بعض المورثات لها ارتباط جزئي بحالة الربو.
الحقيقة المتأتية الآن أنه فعلا هنالك ارتباط وراثي، الآباء والأمهات الذين يحملون أمراض حساسية سواء في الجلد أو في الجهاز التنفسي قابلية أبنائهم من الدرجة الأولى. وهنا الحقيقة لما نتكلم عن الارتباط العائلي أو التاريخ الأسري للمرض نقصد فيه الارتباط المباشر بين الجيل الآباء والأمهات وجيل الأبناء. نعم هنالك علاقة لكنها ليست علاقة مضطردة وليست علاقة يمكن التنبؤ فيها في كل أفراد الأسرة، لكنها تزيد من احتمالية الأطفال الذين أحد آبائهم أو أمهاتهم لديهم تحسس أن يكون لديهم هذا الجانب. الحقيقة الماثلة هي تفاعل معطيات البيئة مع معطيات القابلية الوراثية، ولذلك هنالك جانب يمكن التحكم فيه بشكل واضح جدا وهو التحكم في المهيجات البيئية والسيطرة على المهيجات البيئية، هذا من جانب، واستخدام التدخلات العلاجية اللي أثبتت الآن أن الطفل المصاب بالربو يمكن أن يعيش حياة طبيعية تعادل الأطفال غير المصابين بالربو إذا تم اتخاذ هذين الإجراءين، الالتزام بالإجراء الوقائي واستخدام التدخل العلاجي وفق توصيف الطبيب المتخصص بإذن الله. دكتور عبد الله، بعض الأهالي بيجيك يقول لك أنت تقولون في وراثة، ما عندنا وراثة، العائلة مرة بيرفكت 100% نظيفة، ما عندنا وراثة. يعني هل هذا ضروري؟ يعني لازم يكون فيه، ولا ممكن تكون وراثة موجودة في إكزيما في الأب، إكزيما في الأم، حساسية أنف، لازم تكون موجودة الآن، ولا ممكن تكون جاتني زمان وراحت مني؟ يعني هل هو ضرورة أن تكون الآن لازم أنا عندي حساسية كأب أو كأم؟ لا طبعا، هنا نجي لمبدأ ثاني كمان. أول حاجة يعني، وهذا للأسف ترى على فكرة بعض الناس يعني عنده منظور أنه ممكن تكون الربو حاجة معدية، وليس طبعا هي ليست معدية، وليست كما ذكر دكتور سامي مش شرط أنه يكون وراثية، يعني إذا مش موجودة عند الأب والأم معناته أنه ما يجي للطفل. هي هذه عوامل مساعدة، إذا كان الأقارب من الدرجة الأولى الأب أو الأم أو الإخوان لديهم ربو، فهذا يزيد من احتمالية الطفل أنه تظهر معه أعراض ربو. إذا كان لهم حتى كمان أعراض إكزيما أو حساسية في الأنف مزمنة، برضو هذه خصوصا نحن نتكلم عن الأقارب من الدرجة الأولى الأب أو الأم أو الإخوان، هذا طبعا يزيد من احتمالية أن يصاب الطفل بالربو. لكن هل ممكن أن الطفل يكون ما عنده أي، لا أحد الوالدين ولا أخوانه وعندهم ربو يظهر؟ نعم ممكن يحصل هذا الشيء، لأنه زي ما ذكرنا هناك عوامل أخرى، العامل الوراثي هو جزء، لكن هناك عوامل بيئية، عوامل موجودة في المهيجات وحسات موجودة في البيئة كلها ممكن تؤدي، وممكن وهناك أيضا التهابات، حتى يعني هناك بعض الالتهابات الفيروسية التي إذا أصيب بها الطفل خصوصا في السنة الأولى، وجد بعض الدراسات أنه هذا يجعل الطفل أكثر عرضة لأنه يصاب بالربو في السنوات اللاحقة. فزي ما ذكرت هي ممتاز. جزء فقط من المشكلة. ممتاز. وفعلا هو ليس ضرورة أن تكون يعني الحساسية عند الأهل، عند الأب أو الأم موجودة حاليا، ممكن تكون في الماضي. يعني ممكن يقول لك يعني أحيانا في العيادة بيقول لي أسألهم عندكم حساسية في الأب والأم؟ لا ما عندنا. طيب أسألهم سؤال ثاني، كانت عندكم؟ كركيه لما كنت صغير أنا كان الربو ما يفكني، كنت دائما هو هذا اللي نبيه. يعني وجود الحساسية عند الأهل ليست ضرورة أن تكون أكتف يعني الآن نشطة، وكون وجودها في الماضي هذا يعتبر عامل إضافي يزيد من احتمالية إصابة الطفل بالربو. يعني ليست بشرط أن تكون حاليا، ولكن في الماضي قد تكون أحد العوامل المهيجة. خلينا نشوف السؤال الآن للأحبة الجمهور عن العلاقة مع الربو. يعني هل الربو يختلف؟ لأن السؤال هذا بر مهم، في ناس يقولون ربو أطفال وفي ناس يقولون ربو كبار، هل هناك يعني هل هو مختلف ربو الكبار عن ربو الصغار؟ جاوبونا وخلينا نشوف كيف ممكن نناقش هذه النقطة. أسئلتنا بسيطة جدا، yes no، الكل الجميع إن شاء الله يكون معدي ناجح. نشوف الإجابة. 51% قالوا أن الربو يختلف من الكبار عن الصغار، و49% قالوا لا، يعني
هنا الآن في نقطة حوار، يعني لما نناقش الآن ليش اختلفت الوجهات النظر. فهل هو ضروري، يعني هل لابد نحن أن نميز ما بين ربو الكبار وربو الصغار؟ أنا ببسطها لكم بقول هو ربو الأطفال هو بداية ربو الكبار. يعني الطفل لما يأتي عنده ربو أطفال وما تحكمنا فيه وما عالجناه مبكر وما استطعنا أن يعني نتحكم في الأعراض المؤاتية لهذا المرض، قد تتحول إلى ربو كبار. طبعاً في هناك تقاسيم مختلفة في ربو أو تحسس يأتي قبل السن الثالثة وبعد الثالثة وبعد السادسة، ما نبغى ندخل في التفاصيل، لكن ببساطة جداً الربو عند الأطفال هو مقدمة قد تنتهي بربو الكبار، وهذا نحن اللي ما نبغاه. هذه من ضمن الخطط الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية اللي نحن نسعى في تحقيقها في سبيل أن الطفل لا يتحول الربو عنده إلى كبار. في الريموديلينج ثيوري وإعادة يعني تصلب التصيبات الهوائية. مثال بسيط جدا أضربه دائما في العيادة للأهالي، أقول شفت الطفل الصغير لما يأتي بإكزيما في الجلد مبكرة لونها يزيله حلو أحمر كده وردي وجديد وبسيط، سهل علاجها وتروح. إذا أهملناها ما عالجناها في وقت مبكر فسوف تتحول، قد تتحول إلى إكزيما خشنة شكلها أقلي غير يعني لطيف في المستقبل. ففعلا ربو الأطفال هو امتداد لربو الكبار، يختلف في هناك خلافات كثيرة في موضوع المهيجات وغيره، حتى الموسم أيضا يختلف، يعني موسم ربو الأطفال يختلف عن موسم ربو الكبار، قد يكون في تشارك بينهما. لكنه أنا بالنسبة لي أعتبر ربو الأطفال أسهل بكثير في علاجه من ربو الكبار، والهدف الاستراتيجي كما ذكرت في علاج ربو الأطفال إنه ما نبغى الطفل يروح يصير زي ما كان أبوه عنده ربو معذبه ومبهذله زي المثال. دكتور عبد الله، إيش تعليقك على موضوع ربو كبار وربو صغار؟ ليش ما نوحده ونخليه بربو خلاص؟ طبعاً يعني هم يمكن الفارق موجود انه يمكن ربو الاطفال في تحديات اكبر نوعا ما، يمكن ربو الكبار واضح، يعني الواحد الكبير يعرف يقدر يشكو من الاعراض من الكحه والكتمه والصفير. المشكله عندنا دائما في ربو اللي يصيب الاطفال انه معظم الاوقات الطفل لا يستطيع ان يعبر عن المشكله الموجوده عنده، كثير منهم لا يعرف يعبر عن موضوع الكتمة أو الكحة، ممكن فقط يبكي يصيح تظهر فقط الأعراض. والمشكلة كمان أنه الربو اللي يصيب الأطفال في عندنا شيء نحن نسميه مشابهات الربو، يعني يكثر خصوصا كل ما يصدر الطفل وخصوصا في الفئة العمرية اللي هم أقل من 5 سنوات، في أشياء كثيرة، هذا يزيد التحدي في التشخيص، أنه في أشياء كثيرة مشابهة للربو اللي يصيب الأطفال، يعني من ضمنها مشاكل الارتجاع، مشاكل الالتهابات اللي تصيب الأطفال في الفيروسية في فترة الشتاء، مشاكل الخلقية الموجودة في الرئتين، بعض العيوب الخلقية الموجودة في الرئتين اللي هي قد تشابه الربو، ممكن وبعض الأمراض الوراثية اللي تسبب التهابات في الصدر، واللي ممكن بعض الأطفال أنا شايف برضه زي ما قلت بعض الأسئلة اللي موجودة في الشات بتظهر إنه بتذكر إنه في بعض الأطفال شخصوا بربو وهم عندهم التهاب، يعني دلهم الطبيب ان عندهم ربو لكن الام شاكل انها طفلها تنوم عده مرات خلال فصل واحد كل مره بالتهاب في الصدر. ففي بعض الامراض الوراثيه اللي تسبب التهابات الصدر كلها ممكن تشابه الربو في الاعراض ولكن تختلف بطريقه العلاج. فهذه يمكن التحدي يظهر هنا، التحدي في التشخيص المناسب خصوصا في هذه الفئه العمريه واستخدام العلاجات المناسبة أو طرق إن كانت ربو أو غيرها إن كانت أحد المشابهات. دكتور سامي، يعني بعض الأحيان برضو يعني تواجهنا أو نسمع يقول لك في طفل عمره شهرين شهر يجيك الأب يقول لك والله ولدي من يوم ما ولد أول يوم وهو عنده ربو، يعني بس جاء ذاك اليوم وهو بدأ يأخذ البخار والبخاخات من أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم، هل ممكن يحدث الربو في طفل عمره أسبوع أسبوعين ثلاثة؟ يمكن أنتهي أو أبدأ من حيث انتهى أخوي الدكتور عبد الله.
هنالك حالات تشابه أعراض الربو، وهي يعني بشكل كبير وواضح هذه الحالات تكون بارزة وظاهرة للطبيب المعالج في الفئات العمرية المبكرة للأطفال. عادة الفئات العمرية من الأطفال ما قبل مرحلة المدرسة، ما قبل عمر 5 سنوات، وبالذات الفئات العمرية الأصغر من ذلك التي تكون أقل من سنة أو سنتين، وكذلك الفئات العمرية التي تكون في بداية الحياة في أول شهر أو شهرين من حياة الطفل الرضيع. تشخيص الربو في هذه الفئات العمرية الحقيقة هو تشخيص يجب أن يكون دقيق، ويجب أن يكون قائم على معطيات إكلينيكية وتشخيص من قبل طبيب أطفال متخصص، وأحياناً قد يكون هناك حاجة لاستشاري الأمراض الصدرية لدى الأطفال. والسبب بكل بساطة لأن تداعيات صغر حجم الطفل في هذه المرحلة تجعل مسببات الانسداد الشعبي من غير الربو قد تكون شائعة، كما أشار أخي الدكتور عبد الله. حالات أو تشخيص مشابه الربو أو شبيه الربو أو ما يسمى بالآزمة ميميكرز قد تكون موجودة في هذه الفئة العمرية، ولذلك يجب أن يكون تشخيص الربو في هذه الفئات العمرية قائماً على تمحيص إكلينيكي ومن متخصص بشكل كبير، لأنه سينبني على هذا التشخيص قرارات مهمة جداً وقائية وعلاجية. جواب السؤال البسيط اللي يتبادر للذهن، هل يمكن؟ نعم يمكن، ليس مستحيلاً تشخيص الربو في فئات عمرية مبكرة جداً، لكن بعد أن يتم استقصاء الحالات التشخيصية الأخرى، وذلك لأن في هذه الفئة العمرية جداً مهم أن لا يترتب خطأ في التشخيص سواء بإقصاء الربو أو بإدخال الربو كمسبب للأعراض، وينجم عن ذلك تأخير في التدخل العلاجي المناسب للطفل، ما قد ينجم عن لا قدر الله آثار سيئة على حياة الطفل أو صحة الطفل. ممتاز. يعني بنقول هنا أنه الطفل قد يكون غير محظوظ، أصابه الربو مبكر وهذا يحدث، لكن نحن نقول دائما لزملائنا الأطباء في التخصصات الأخرى، عندما يأتي طفل مبكر يعني عمره صغير في السنوات الأولى سنة سنتين ثلاثة، لابد أن نكون حذرين في التشخيص، لابد أن ننتبه لمواضيع أخرى قد تشابه الربو، نسميها زي ما ذكرنا مشابهات الربو. الأشياء الكومن والأشياء الدارجة والعامة اللي تعطينا أعراض مشابهة للربو في هذه الأعمار المبكرة، الارتجاع المعوي والمريئي، الأطفال اللي يجي عندهم ارتداد مثلا في الحليب نتيجة الارتداد مرضي أو حتى الأوفرتيني الرضاعة الزديد الزائدة بشكل يعني مكثف، الحليب يدخل الرئة ويسبب لها تهويج ويخلي الطفل يكح. الأشياء الأخرى الأمراض الوراثية كبعض النقص في المناعة مثلا، التليف الكيسي في بعض الأحيان. يعني الخلاصة نقول إن الطفل الصغير جدا قد يصاب بالربو، خصوصا إذا كانت هناك عوامل محفزة، عوامل قوية في دوراته، وجود إكزيما في الطفل، خديج مثلا مبكرا، هذه تعطيه تشانس فرصة أكبر من غيره من الأطفال إنه يكون عنده ربو، ولكن يجب أن نتأكد من وجود الأمراض الأخرى ونلغيها. المعلومة الأخرى اللي إحنا لازم ننتبه لها، متى نبدأ نقلق، متى نقول الطفل هذا وضعه مش مضبوط، يعني مش ماشي مع الربو، شيء ثاني موجود غير، مثلا نقص حاد في الأكسجين، نوبات ربو يعني متكررة بشكل دائم دائم، الطفل يقول لك أمه تقول بسألهم هل الطفل ذا يجيله أيام وأسابيع أموره كويسة، تقول لك أبدا، كل يوم هو مريض في الليل في النهار يكح، هذا عادة مو ربو، الربو لازم يكون فيه فترات يكون فيها مرتاح وما عنده مشاكل. العلامة الأخرى اللي ننتبه لها اللي تخلينا نقلق، الطفل ما ينمو، وزنه ما زال مكانه أو تحت. العامل الآخر التهابات متكررة في الرئة أو دخول العنان المركزة المكررة، هذه العلامات اللي تخلينا نحن كأهالي نقلق إنه طفلنا ما هو ماشي في الخط السليم، يا إنه علاجه خطأ، تشخيصه خطأ، أو نحن في البيت نعالجه خطأ. طيب نشوف السؤال اللي بعده اللي حنطرحه للنقاش، السؤال عن مرض ربو الأطفال يعتمد على التحكم بالأعراض، بمعنى يعني هل نحن لابد أن نتحكم بالأعراض ولا لا؟ مرض ربو الأطفال يعتمد على التحكم بالأعراض قبل حدوث النوبة،
صح خطأ؟ جاوبوا. الله يرضى عليكم. أعداد إن الكثير اللي داخله، فممكن كلكم في مفروض ظاهر لكم بوكس في وسط الشاشة بس بيجاوب صح أو خطأ الناس اللي دوم شاركوا معنا. صحيح. ما أعتقد تأخذ وقت طويل النتيجة. كنترول لو سمحت. بيقولون لنا 90% أنه مرض الربو عند الأطفال يعتمد على التحكم بالأعراض قبل حدوث النوبة. ممتاز. في 10% فقط قالوا لا. إيش معنى كلام اللي قالوا لا؟ يعني خلينا نفسر كلمة لا. اللي قالوا لا يقصدوا والله أعلم إنه نحن ما نعالج الطفل، نتركه إلين ما تجيله النوبة ثم نعالجها. هذا مفهوم السؤال. يعني ليش أنا أعطيه أدوية تتحكم في الأعراض؟ المنطق يقول ولدي سليم ما في إلا العافية، ليش أنا أعطيه أدوية؟ خليه يتعب وأعالجه. هذا معناته إنه اللي قالوا لا. اللي قالوا نعم صح، هم يقصدوا إنه لابد أن أعالجه وهو طيب ما عنده الأمور زينة عشان لا ينتكس. هذا المعنى. ف استر عبد الله، ايش تعليقك على هذا الموضوع؟ طيب يمكن بس توضيح، يعني نحن بنتكلم عن علاج الربو، في علاجات دوائيه وعلاجات غير دوائيه. العلاجات الدوائيه يعني ممكن يكون، يعني في صحه من الكلام اللي ذكروه بعض الاخوان انه ممكن الواحد، صحيح انه ممكن يستخدم علاجات، نحن نتكلم لازم نعرف انه في نوعين من العلاجات، علاجات اللي هي موسعة للشعب الهوائية هي تستخدم حين حدوث الحالة، في وقت حدوث الحالة وما نستخدمها بشكل يومي، وفي علاجات أخرى اللي هي نسميها متحكمات بالربو أو العلاجات برضو الدارجة نسمى العلاجات الوقائية، هذه هي اللي تستخدم قبل حدوث الأزمة وممكن بعدها على حسب تصنيف المريض في أي فئة، يعني يكون هل هو من الغير متحكم فيها أو لا. طبعا نتكلم أول حاجة عن العلاجات الغير دوائية. العلاجات الغير دوائية تبدأ من البداية من تقليص تجنب الطفل للشغلات اللي تسبب تهيج للشعب الهوائية. نعرف نحن المحفزات الربو يعني محفزات الربو عند الأطفال كثيرة، أهمها يمكن عندنا في المنطقة هو التدخين والوبار اللقاحات الموجودة في الجو وغيرها، طبعا البخور اللي يستخدم في المنزل، كل هذه شغلات مهيجات. فيبدأ العلاج الغير دوائي، بقدر المستطاع تجنب هذه المهيجات في الأطفال على أساس أنها لا يعني تهيج الشعب الهوائية ويحفزها لحصول نوبات الربو. بعد كذا عند إذا الواحد تجنبها وللأسف يعني مثلا تسبب او حصل للطفل ازمه الربو، طبعا نبدا بعلاجات الموسع للشعب الهوائيه اللي هي من ضمنها العلاج المخاخ او البخار البنتودين. وطبعا العلاجات الوقائيه عاده هي علاجات تصرف من قبل الطبيب المعالج، يحتاج لها تقييم شامل. تكرار حدوث هذه الازمات خلال موسم معين يستدعي عاده ان الطفل يستخدم هذه العلاجات حتى قبل حدوث الازمه. وممكن بعض العلاجات الوقائيه نستخدمها طوال الموسم اللي هو قد يمتد يعني عده شهور، حتى والطفل حالته سليمه ما فيها يعني صار وضعه كويس، نضطر نستخدم هذه العلاجات الوقائيه لاننا عارفين انه هو الطفل عنده تحسس او مثلا من الهيستوري التاريخ المرضي هو سبب مثلا دخل عنايه مركزه بسبب ازمه ربو، او انه هو معروف انه هو كل سنه في بدايه فصل الشتاء يحصل معه هذا التهيج في الشعب الهوائيه وتبدا تزيد الحاله، فنضطر عاده انه نبدا هذه العلاجات حتى والطفل ممكن يكون سليم، نبدا العلاجات لفترات معينه خلال الموسم. جميل. يعني نحن بنقول الاستراتيجيه في العلاج هي منع حدوث الازمه، لانه ما نبغى اي ريسك ولا نبغى اي فرصه، ما نبغى نعرض الطفل لحدوث الازمه، لانه لا نتنبأ بالازمه متى تاتي ولا نعرف متى تاتي ولا نعرف ايضا مدى حدتها كيف حتاتي. فلذلك الحكمه انه تمنع حدوثها قبل حدوثها، يعني تمنع حدوث الازمه قبل حدوثها. طيب خلينا نشوف السؤال الاخر اللي هو ممكن السؤال الثاني اللي هو بنفس السياق، يعني بيعطينا
هل يمكن للمريض إيقاف الأدوية والبخاخات بعد زوال الأزمة؟ يعني خلاص الطفل الآن أموره زينة، تعالج في الطوارئ، كان منوم، خرج من المستشفى، ما في إلا العافية وطيب، نبغى نوقف العلاج، إيش رأيكم؟ نوقف ولا ما نوقف؟ صحيح ولا لا؟ أجيبوني، هل يمكن إيقاف العلاج بعد زوال الأزمة أو لا؟ نعم لا. نشوف الإجابة. طيب قالنا في 32% قالوا نعم، يعني نعم بمعنى أن نوقف الأدوية بعد زوال الأزمة، و68% قالوا لا نبغى نحافظ على الأدوية. طيب هل يعني الآن السؤال يا دكتور سامي، أنت ما قصرت وجاء الطفل في العناية المركزة وتعالج وطلع، ولا في الطوارئ وتعالج وطلع وخرج البيت، يعني ليش تعطوني أدوية وبخاخات وتخلوني أعطي طفلي مع أنه طيب ما في إلا العافية؟ لماذا؟ نعم، الحقيقة للإجابة على هذا السؤال نعود مرة أخرى إلى طبيعة الربو والتفاعل داخل جسم الطفل الذي أدى إلى حدوث هذه الأعراض، ونرجع الحقيقة إلى معلومات فسيولوجية مهمة ينبغي للآباء والأمهات أن يستحضروها عند طرح استخدام أدوية التحكم في الربو على المدى الطويل. عندما يأتي الطفل للمستشفى لا قدر الله للطوارئ أو للعناية المركزة ويكون في حالة من الأعراض الحادة التي أدت إلى ظهور تسارع في التنفس، انخفاض في نسبة الأكسجين لا قدر الله، وأزمة حادة كما تظهر بادية للآباء والأمهات أو للطبيب المشخص في غرفة الطوارئ أو في العيادة، فإن ما حصل هو عبارة عن ضيق شديد في مجاري الشعب الهوائية والثلاثي اللي ذكرناه مسبقا. الحقيقة الفسيولوجية الأخرى اللي يجب أن يتم ذكرها هنا أن الأطفال المشخصين بالربو حالتهم داخل الجسم من ناحية الشعب الهوائية هي ليست حالة فقط قائمة على وجود ضيق أو اختفاء ضيق في الشعب الهوائية. الحقيقة عندما تختفي الأعراض الحادة لدى الأطفال فإن الدراسات الطبية أثبتت أن ضيق الشعب الهوائية يكون موجود بدرجة خفية عن وجود الأعراض. ولذلك الآباء والأمهات الذين يضبطون وجود انسداد شعبي جزئي داخل جسم الطفل يختفي باختفاء الأعراض الحادة وخروج الطفل من المستشفى وتحسنه خلال الأسبوعين الأولى من استخدام العلاج هو انطباع خاطئ. إذا تم إيقاف الأدوية هناك مرحلة يكون فيه ضيق خفي، يعني سبحان الله، الله أعطى الجسم زيادة ووفرة من الاحتياج. حجم الشعب الهوائية لدى الأطفال غير المصابين بالربو هو كافي لهم أثناء الاستقرار وأثناء الأزمات عندما يتعرضون إلى مهيجات الهواء البارد، نزلات البرد، مهيجات الجو والتحسس. عندما تتقلص شعبهم الهوائية ذات الحجم الطبيعي لا تنهار إمكانياتهم في الجهاز التنفسي لدرجة تحضرهم إلى العناية المركزة في غرف الطوارئ. بينما الأطفال الذين لديهم حساسية وربو تسارع التدهور الذي يحصل في الجهاز التنفسي هو ناشئ عن الحدة التي هي موجودة في الجهاز التنفسي، والأمر الآخر أنه هناك ضيق مزمن خفي لم يكن مستشعرا لدى الطفل ووالدي الطفل. لذلك هنا يعني أنا أرسل رسالة للآباء والأمهات، عندما يتجاوز الطفل فترة النوبة الحادة لا يتبادر إلى ذهنكم اختفاء كامل التهيج والتحسس القائم في الشعب الهوائية. أثبتت الدراسات أنه لا تقل فترة التشافي الكاملة للشعب الهوائية عن 6 إلى 8 أسابيع بعد النوبة الحادة. قبل هذه الفترة لا يمكن النظر في تقليص الأدوية المساعدة للتحكم في الربو. ما يقوم أثناء التقييم الذي يقوم به الطبيب المتخصص أن يتم تقييم التحكم في الربو، وبناء عليه توضع خطة للتدرج في التخفيف من الأدوية المساعدة للتحكم في الربو. الهدف من استخدام أدوية التحكم في الربو سببين رئيسيين، السبب الأول تجاوز النوبة الحادة، السبب الثاني هو وقاية لهذا الطفل الذي تم تشخيصه ولدينا انطباع لا يدع مجال للشك أنه لا قدر الله سيتعرض لنفس النوبة الحادة إذا استمر بدون علاج غطائي وقائي خلال الفترة القادمة. لذلك الرسالة والجواب المختصر، يجب الاستمرار بالأدوية التي تساعد للتحكم في الربو، ولا يتم البدء في تخفيفها لمجرد اختفاء الأعراض، وإنما تكون بناء على استشارة طبيب متخصص حتى لا قدر الله تكون انتكاسة
كان يمكن تجاوزها فيما لو كانت هذه الأدوية تحت الاستخدام. جميل. ونحن ذكرنا قبل كده قلنا من شوي أنه الربو الأطفال يتميز بمواسم، فلذلك أثناء الموسم قد تكون هناك نوبات متكررة للطفل يتعرض لها خلال الموسم، بالذات موسم الشتاء قبله وبعده. ومن الحكمة أن نحافظ على الطفل من هذه الأزمات. نحن لو نعرف أن الطفل حيتعب في اليوم الفلاني نقول قبله بثلاث أيام أربع أيام أعطوا العلاج، بس المشكلة نحن ما نعرف متى، لا نتنبأ بحدوث النوبة، ولذلك يجب أن يعالج الطفل قبل حدوث النوبة خصوصا أثناء الموسم. نعطيه العلاج المتحكم في الأعراض اللي هو المخاخات الواقية، نبعد بقدر المستطاع عن الأشياء المهيجة للطفل، نحافظ عليه خلال الموسم، ثم بعد فترة من الزمن نحاول نقيم حالته ونقلل أو نزيد في العلاج. طبعا نحن نتعامل مع الطفل بمبدأ السلم اللي هو step up و step down. أضرب ده المثال دائما بالعيادة وأقول طفلكم هذا كأنه يطلع في الدرج وينزل في الدرج، يعني طلوعه للدرج مش كويس، بيطلع في مراحل متقدمة في الربو. هدفنا أنا كطبيب وكأسرة ننزل الطفل من الدرجات العليا إلى الدرجات السفلى، ونحافظ عليه كأننا نمسكه بيده وننزله من الدرجة الخامسة والرابعة والثالثة، ونخليه يلعب مع الأطفال في الأرض أسفل، لأن طلوعه في الدرج، الدرجة أضرب مثال اللي هي خطوات المرض، المرض كل ما طلعت فوق كل ما كانت أزمة. كيف نحافظ عليه ونخليه في الدور الأرضي؟ بإعطائه البخاخات الواقية على مدى معين، ما منها أي مضرة، وحنتطرق لهذا الكلام، ما في أي مضرة لهذه البخاخات. دكتور عبد الله، تعليق بسيط على موضوع يعني ضرورة إعطاء البخاخات لمدة طويلة بدل ما نعطي فقط أثناء الأزمة. وهذا يمكن كما سبق ذكرته أنه إعطاء البخاخات طبعا يعتمد من على خطة طبية يضعها الطبيب، وهذا أنصح كل والد أو والد الطفل عندما يذهب إلى العيادة للطبيب أن يحصل على خطة علاجية، يعني من حق كل والد طفل أو مريض أن يحصل على خطة علاجية إلى متى يستمر وكيف ومتى يتابع. فعادة إذا بدأ إذا اضطر الشخص إلى استخدام علاجات وقائية للتحكم بالربو، فعادة نحن نبدأ هذه العلاجات فترات تتراوح ما بين الشهر إلى حتى ستة أشهر مع التقييم خلال هذه الفترة. ويجب على يعني من الأفضل أنه الشخص ما يتوقف بمجرد ما تختفي الأعراض، لأنه يعني زي ما أقول أنا دائما أقول للأهالي إذا جاء العيادة العلاج له مستوى معين في الجسم نحصل عليه بالاستمرار في إعطاء العلاج. بمجرد ما الواحد يصل إلى المرتبة إذا توقف حينزل إلى الصفر، حترجع مرة ثانية عشان ترجع لمستوى الوقائي اللي كنت عليها سابقا، حتحتاج وقت. ما نتوقع عادة من البخاخات الوقائية انها بمجرد ما تبداها تعطي مفعول، عادة تاخذ عدة ايام الى اسابيع لما تعطي المفعول المتوقع منها. وبمجرد ما انت تتوقف من غير اخذ المشورة الطبية كأنك رجعت مرة ثانية الى الصفر، حتكون اكثر عرضة خلال الفترة ما بعد التوقف لحدوث الازمة مرة اخرى، وياخذ وقت لما الجسم يرجع للدرجه الوقائيه اللي كان عليها سابقا. فكما ذكرت هي فترات موسميه عاده نستخدم العلاج. صحيح. جميل. خلينا نشوف السؤال الاخر في الكنترول، ويبدو نحن حنكون سريعين شوي لانه نحتاج نجاوب على اسئله الجمهور. السؤال: بخاخات الاطفال التي تحتوي على الكورتيزون ضروريه وتعتبر امنه، نعم لا، يعني صحيح او خطا؟ أجيبوا مشكورين. نشوف الإجابة. الإجابة بيقول لك يعني نعم آمنة وضرورية في 79 80% تقريبا، 21% بيقولوا لا إنها ما هي ضرورية. ولعلنا في نقاشنا السابق أقنعناكم، ولعلنا في نقاشنا اللاحق حنزيد نقنع الـ20% اللي قالوا لا. ليه؟ لأنه البخاخات يعني آمنة جدا، ليست لها مضرة. الوحيدة المضرة البسيطة اللي هي نحن ممكن تكون الالتزام، نحتاج واحد ملتزم، وأنا ما أعتقد أنه في أغلى من أطفالنا. يعني هي قضية مرتين باليوم واهتمام بالعيادات والزيارات، يعني أنا أقول للأطفال اللي هم يكونوا متعودين نوعا ما لما تيجي تسوي تفرش أسنانك قبل ما تنام حط البخاخ جنب
عندك على المغسله عشان تتذكر، خذ البخاخ فرش اسنانك ونام، تصحى الصباح شوف البخاخ، خذ البخاخ فرش اسنانك وروح المدرسه. يعني خليها روتين. اقول بعض الاطفال لما اصادف في العياده يكون لابس نظاره، اقول له ليش انت لابس نظاره؟ ما في داعي ارمها. يقول لا عيوني يا دكتور ما اشوف. طيب انت ما تبغى صدرك يكون كويس؟ ما تبغى تكون نفسك يكون كويس؟ ما تبغى تكون يعني تمشي وتنطلق زيك زي اصحابك في المدرسه، ولا تبتدي تكح طول الوقت وتدخل مستشفى ولا؟ يقول لا طبعا. اقول له خلاص ما دام انك التزمت بالنظاره عشان تحافظ على نظرك، التزم على البخاخ عشان تحافظ على صدرك وتنفسك ونموك ايضا. فلابد ان نقنع الطفل قبل ما نقنع الاهالي احيانا. وقد يكون هذا دورنا كاطباء، كيف نكون نحن مقنعين؟ يعني القضيه ليست تشخيص ووصفه. ورساله للاطباء ايضا انه لابد ان يكون في نوع من الحوار المفتوح بين الطبيب وبين الاهل وبين الطفل، لابد ان يكون في شيرينج، يعني كانه عقد، انا اسميه عقد شراكه، كونتراكت. واقول للام والاب انا وانت بنوقع الكونتراكت هذا، ما احد يسد هالكونتراكت الا الثلاثه، نحن الثلاثه. يعني ما احد يوقف العلاج لان هالطفل ده امانه. فاعتقد انا احنا يعني العلاج زي ما ذكر الزملاء ليس له مضره بل له فائده، والمضره الوحيده انه الالتزام فقط، وانا اعتقد ان هذه ما منها اي خطوره. يمكن دكتور عادل اسمح لي بس اضيف هذه يمكن نقطه مهمه جدا للجمهور اللي حاضر. دائما في عندنا فوبيا الكورتيزون، فوبيا لاستخدام البخاخات. لازم نعرف انه يعني اكثر علاج يستخدم في علاج مرضى الربو هو دائما يكون يحتوي على البخاخات، تحتوي على الكورتيزون. وكما ذكر دكتور عادل الحمد لله انه نحن بنستخدمها اكثر ما يعني في غالبيه خطوات العلاج، اما عن طريق البخاخات او عن طريق البخار، مش عن طريق الحبوب اللي هي تأخذ عن طريق الفم. هذه تكون عادة، أو الشراب اللي هو هذه تكون عادة في خطوات متقدمة. إعطاء العلاجات الكورتيزون عن طريق البخار أو البخاخ يصير امتصاص موضعي وليس امتصاص عام في الجسم. فلما يحصل امتصاص الموضعي نتوقع الآثار الجانبية لها هي الآثار الجانبية الموضعية اللي ممكن الواحد يتفاداها، كما ذكر اللي هي مثلا ظهور طفح جلدي في الطفح في الفم، أو حساسية أمام حوالين الشفايف. كل هذه ممكن واحد فقط بغسيل الفم والانتباه في، خصوصا لما يكون الطفل بيستخدم الكورتيزون لفترات طويلة كبخاخ أو بخار، هذه ممكن إن شاء الله تقيم من مشاكل الكورتيزون الطويلة المفعول. طيب خلينا نشوف الكورتيزون هذه نبغى يعني نحاول نمسحها من 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 حنتطرق للموضوع الكورتيزون. نشوف السؤال يا كنترول القادم. البخار كعلاج للربو، هل يعتبر افضل من البخاخات؟ يعني حنشوف هل البخار افضل ولا البخاخ افضل؟ نعم لا، اجابه لو سمحتوا. نشوف الاجابه. البخار يعتبر أفضل يعني في 36%، و 64% بيقولوا لا، يعني كأنه بيقولوا إن البخاخ أفضل. إيش رأيك دكتور سامي؟ يعني هل أنت يعني مش يعني هل يعني كلام الأهالي صحيح إن البخاخ أفضل ولا البخار أفضل؟ وما هو يعني الدليل؟ يعني ما هو الفائدة اللي ممكن يعني تعطينا دلالة على إنه البخاخ أفضل؟ نعم، يعني هو الحقيقة في البداية نربط ما بين يدينا الآن في هذه الفترة من مرحلة تقدم الطب والتدخلات العلاجية بمسيرة طويلة تاريخية للوصول إلى هذه المرحلة. الحقيقة كما أشرنا إلى استخدام الأدوية عن طريق الفم، سواء بالأدوية ما كانت على شكل حبوب أو شراب أو عن طريق الوريد أو العضل، كان الأطباء يحرصون على الوصول إلى طريقة توصل العلاج الفعال إلى الجهاز التنفسي مع أقل قدر ممكن من الآثار الجانبية. وكانت الفكرة الذكية في ابتكار علاج يتم حمله مع الهواء وينتقل عن طريق الأنف والفم حتى يصل إلى الجهاز التنفسي. وكانت الانطلاقة مع البخاخات والأبخرة.
الحقيقه مع بدايه اطلاق هذا النوع من الادويه كان في تحدي ان الجزيئات التي تخرج من هذه المنتجات الابخره سواء كانت بخاخات او ابخره كانت جزيئات كبيره كانت تصل الى الانف والحلق وجزء كبير منها يصل الى المعده. كانت الفائده ليست متاثيه بشكل كبير. الان مع التطور الكبير الذي حصل مع البخاخات والابخره اصبح الدواء الفعال كما اشار اخي الدكتور عبد الله هو عن طريق استخدام البخاخ والبخار. الان لماذا نسال هل البخاخ او البخار افضل او اقل فاعليه؟ الحقيقه الاولى انهم بالاستخدام الصحيح لكل وسيله عبر اتباع الاجراءات والتعليمات التي يوصى باستخدامها، لانه هناك الان منتجات كثيره ومتعدده، هنالك اجهزه تستخدم الذبذبات الصوتيه، هنالك اجهزه تستخدم اصدار الابخره عن طريق تيار الهواء، هنالك الكمامه التي تغطي الانف والفم، هنالك الانبوب الذي يستخدم بالفم. اذا تم استخدام الاجهزه او البخاخات بالاقماع الخاصه بها والمعتمده من الجهات المنظمه وبالطريقه الصحيحه فانه لا يوجد فرق ضئيل بين استخدام البخار او البخاخ. لكن السؤال العملي والمنطقي ما هي الفائده المترتبه من اختيار احد الخيارين؟ هي الحقيقه السؤال هل يمكن ان يكون الطفل في حاله معينه تستوجب احد الطريقتين؟ هنا ممكن استحضر حاله الاطفال الصغار الذين لا يتعاونون مع الاباء والامهات وبالذات الفئات السنيه اقل من السنتين او اقل من السنه على وجه الخصوص الذين تنتابهم نوبه البكاء عند وضع الكمامه او الانبوب والقمع. هنا قد يكون خيار البخار هو الامثل والافضل. حالات الاطفال الذين يكونون متعاونين ويمكن لهم استخدام البخاخ عن طريق القمع بنوعيه، القمع ذو الكمامه الكامله على الانف والفم، الاطفال المتعاونين الكبار القمع ذو فتحه الفم، فان استخدام البخاخ مع القمع الحقيقه له فائده انه يستغرق وقت اقل، يمكن استخدامه في اماكن متعدده داخل المنزل وخارج المنزل، لا يستوجب وقت اطول في جلسه العلاج وهو ما يساعد في الانتظام على استخدام العلاج، لا يستوجب صيانه او استخدام للاجهزه والامدادات الكهربائيه كما هي الابخره. لذلك انا حاب بس اطمن الاباء والامهات انه هنالك حلول بديله تساعدكم على التغلب على الاستمرار والانتظام على استخدام هذه الادويه. ياتي في مقدمتها استخدام البخاخ عن طريق القمع، وهنا اؤكد على استخدام القمع مع استخدام البخاخات. استخدام البخاخ بدون قمع الحقيقه لا يؤثر يعني اي اثر علاجي فعال، سينتهي المطاف ان العلاج يترسب داخل الفم والحلق ويبلعه الطفل للمعده، سيكون هناك اثر عام داخل الجسم بدون ان يكون هناك فائده على الجهاز التنفسي. استخدام البخاخ مع القمع يشكل خيار مثالي للاطفال المتعاونين، وعبر استخدام البخاخات والاقماع بالاليه الموصفه قد نتناول اليه استخدام الخطوط، وهي يمكن مرحلة يجب لن يغني أن نستعرض خلال هذا اللقاء آلية استخدام البخاخات. يجب أن يركز الأباء والأمهات على التثقيف والتعليم الذي يكون خلال العيادة، لأنها مرحلة جدا مهمة تستوجب التركيز وتستوجب أن يكون التعليم والتثقيف مبني على الخيارات المتاحة في العيادة. لا ينفع أن نعطي توجيهات الآن ثم ينتهي المطاف في عيادة لا تتوفر فيها تلك الخيارات ويكون هناك خيارات مختلفة. يجب أن يكون التثقيف داخل العيادة مبني على الخيارات التي سيتم طرحها للآباء والأمهات عندما ينتقلون إلى المنزل لرعاية أطفالهم. جميل. وهنا في هذا السياق أنا بدي أني أنوه أنه على قناة اليوتيوب للجمعية فيه هناك كثير من المقاطع اللي أنتجتها الجمعية، فيديو جميلة جدا، طريقة استخدام البخاخات، طريقة استخدام الأقماع، مقاطع فيديو توعوية من الزملاء مشكورين، يعني ما هي طويلة كلها من دقيقة دقيقتين كده، فيها على قولهم وجبات خفيفة سريعة تفيد الطفل وتفيد الأهالي. هذا نوع من التوعية لعل الله أن يكتب فيها الأجر. أيضا من الأسئلة المطروحة دائما نسمعها قضية البخاخ، بالذات لما نسمع كلمة الكورتيزون، إحنا بنقول بخاخ كورتيزون أو بخار في كورتيزون، الكلمة هذه بتسبب يعني تخلي الإنسان يقوم من الكرسي، يعني يكون جالس لا 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 الكورتيزون الله يخليك يرضى عليك لا تعطي ولدك كورتيزون. ليش طيب؟ قال لك هناك في تخوفات شديدة وفي وطأة بترسل كثير قضية الكورتيزون. يعني أنا من الأشياء اللي أنا شفتها
واتساب وصلني يعني حتى ما عاد زعلت علي، دكتور انت ليش اعطيت ولدي البخاخ الله يهديه يسبب فشل كلوي ويشدد ويسبب. فهو موضوع الكورتيزون هذا موضوع صراحه يبغى له نقاش حلقه كامله، لكن نحب نقول للاهالي ان الكورتيزون هو اصلا هو عباره عن هرمون موجود في الجسم، يعني احنا منا جايبين ماده سامه نعطيها للطفل، هو الكورتيزون ماده موجوده تفرز في الجسم، هذا اول شيء، وهو هرمون مهم جدا لنمو الانسان في الطاقه وغيره، هذا رقم واحد. رقم اثنين انه الهرمون هذا او الكورتيزون هذا اللي يعطى بطريقه مقننه بجرعه يعني بالمايكروغرام، لا تصل حتى انها تصل بالمليغرام، وتصل بطريقه مباشره للرئه عن طريق البخاخ بالاقمع، يعني بتروح للمنطقه اللي هي تحتاجها فعلا. مثال ذلك اكزيما، نرجع للاكزيما مره ثانيه، حسيت الجلد عندك اكزيما في صباعك، يعني بالمنطق انه كريم بسيط مسحه كورتيزون خفيفه تتحط على هذا الموضع يوم يومين ثلاثه وبتتعالج بالعاده الاكزيما. طيب ايش بنسوي في وضع الربو؟ لانه داخل الصدر داخل القسمات الهوائيه من الداخل ما نقدر ندخل كريم من الداخل ونحطه، فهو صنع البخاخ بطريقه يحمل هذا الرذاذ اللي فيه كورتيزون بكميات بسيطه جدا جدا، لا تؤثر موضعيا في المنطقه اللي تحتاجها ابدا، لا تؤثر على الكلى، لا تؤثر حتى على النمو، في دراسات كثيره بينت انه لو بتاثر بنصف سنتي لكن بيصل الطفل الى طوله اللي هو زي طول ابوه وامه، اذا ابوه وامه قصار فيصير قصير، اذا هو طويل فيصير طوال، فما بياثر ابدا ولا بيسبب سكر. لكن اعطاء الطفل الكورتيزون عن طريق الابر او الشراب على فترات طويله هذا هو الخطر، وهنا نحن نؤكد انه هذا اجراء خاطئ، لا يعطى الطفل بشكل مبالغ فيه بقضيه الكورتيزون الشراب، يعني لانه يحتاجه في منطقه معينه، لماذا نعطيه للجسم كله؟ هذا الإجراء يعطيه الطبيب المختص لفترات معينة بجرعات مقياسة بالملي حسب الوزن لفترات بسيطة، نحن نقول 4 كورسات في السنة كحد أقصى تعطى عن طريق الطبيب، ومع هذا ما في أي تأثير. الموضوع الآخر اللي هو موضوع الأقماع كم دكتور تفضل؟ والكورس الواحد عادة إن هذا اللي هو اللي يكون عادة من 3 إلى 5 أيام صحيح بالنسبة للكورتيزون شرب. طيب بالنسبة للأقماع دكتور عبد الله، يعني في بعض الأطفال بيقول لك الأهل بيقول لك يا دكتور ولدي كبير ويفهم وما شاء الله عليه يعني ذكي، ليش تعطيني قمع؟ بالذات الطفل يعني يتحسس شوية من موضوع القمع، يحس إنه طفل وتحط لي قمع كذا ما شكله يعني ظريف، خليني أعطيه البخاخ بالفم، إيش رأيك؟ إيش تقول؟ طيب أنا ممكن تسمح لي في عدد أغير الصيغة في هذا الموضوع، هو كثير من الأحيان يجيونا في العيادة بعض الأطفال اللي كان وضعهم ممتاز جدا باستخدام العلاجات البخاخات الوقائية، ولكن فجأة في منتصف الكورس العلاج تكتشف أن الطفل بدأ تجيله أعراض، وهذا بدأ تجيله أعراض طبعا في عدة أسباب، إما يكون مثلا أنه ما كان ملتزم بالعلاج أو أنه ما أخذه بطريقة. أهم نقطة وجدناها أو متعارف عليها أنه الطفل يبدأ يستخدم العلاج بطريقة غير المتعارف عليها أو غير اللي هي درب عليها. فأحد هذه الطرق أنه مثلا زي ما ذكرت أنه قرار مفاجئ من الأهل أو من الطفل نفسه، شاف نفسه أنه أنا خلاص أنا كبير أقدر أستخدم البخاخ مباشرة، أنا أعرف شفت أبوي بيستخدمه أنا حسوي زيه. طبعا وهذه طبعا للاسف هي احد اهم اسباب الانتكاسات اللي تحصل في العلاج، وهو استخدام البخاخات بشكل مباشر. وجدت الدراسات او كثير من الدراسات ان البخاخات عند استخدامها في الاطفال مباشره في الفم فان اغلبيه الجرعه تكون عاده مركزه في الفم وفي الحنجره وما تصل الى التارجت او الهدف وهو وصولها الى الشعب الهوائيه والرئتين. فعشان كذا استخدامه مباشره في الفم عكس يعرضه اكثر للاعراض الجانبيه اللي هي ظهور الفطريات في الفم، وكمان بالاضافه لذلك عدم وصولها الى الشعب الهوائيه، وبالتالي عدم علاج الالتهابات التحسسيه اللي حاصله في الرئتين، وبالتالي الانتكاسات اللي تحصل. وبعض الاحيان دكتور عبد الله دكتور سامي يعني نواجه نحن في الاطفال، هم الأطفال ترى أذكياء ويحتاجون أحد من يلتفت لهم، يعني معظم أخطاءنا كأطباء إننا نوجه الكلام للأب وللأم
ونترك الطفل اللي في عالمه يلعب بالجوال ويقعد الحال. لابد أن نقنع الطفل، لابد أن نشاركه في الخطة العلاجية ونوجه كلامنا له. من بعض الاستراتيجيات اللي ممكن تكون مفيدة للأهل أو للأطباء أيضا، لازم تقنع الطفل. أنا استراتيجيتي في العيادة أحيانا إيش بقول؟ أجي أسأل الطفل أقول له، بالذات لما يكون عمره كبير يعني أبو 8 سنوات 9 سنوات، أقول له يا بابا أنت مشكلتك فين؟ أنت لما تجيك كحة فين؟ يقول لي هنا. أقول له أيوه هنا وين؟ يقول لي صدري. قلت طيب أنت لما تأكل وتشرب فين يروح الأكل؟ يقول لي روح هنا. أقول له وين؟ يقول لي بطني. قلت طيب أنت لما تأخذ البقاح في الفم يروح فين؟ يقول لي بطني. قلت طيب أنت مشكلتك فين؟ يقول لي صدري. قلت طيب ليش تأخذ البخاخ في فمك؟ مو المفروض تأخذ يروح الرئة؟ يقول لي والله صح. طيب كيف أحط لك خشبة؟ صعب، أحط لك القمع عشان تبخ عشان تستنشق يروح رئتك. يقول لي والله صح. فيفهم. يعني أنا نصيحتي إنه يشارك الطفل سواء من الأهل أو من الطبيب في إفهامه، لأنه الطفل هذا ما راح يقتنع. يعني هو يحس إنه والله عيب، ويعني أنا كبير وش يقولون عليه زملائي في المدرسة. طيب خلينا نشوف السؤال اللي يمكن الأخير، لأنه أعتقد نحتاج الأسئلة. تم دكتور. اسمح لي دكتور عادل، أنا أعتقد أتفق معك تماما. إشراك الطفل عامل جدا مهم. الحقائق اللي ذكرها الدكتور عبد الله جدا مفيدة بتحفيز الآباء والأمهات والأطفال في الالتزام بآلية استخدام الأدوية. طبعا للأسف أحيانا الممارسات الخاطئة اللي يشاهدها الآباء والأمهات والأطفال في من حولهم، الآن حتى التوصية الطبية للكبار والبالغين أن يستخدمون البخاخات لرذاذ عن طريق الأقماع. طبعا الكلام يختلف عن البخاخات اللي تولد أدوية عن طريق البودرة لا تستوجب استخدام أقماع. احنا نتكلم عن البخاخات اللي هي عبارة عن بروبيلانت أو التي تشتمل على غاز يحمل الدواء بشكل متطاير، يجب استخدامها عن طريق الأقماع. أحد المعلومات المهمة اللي قد تكون تساعد الآباء والأطفال، بما أنك يعني تكلمت عن التخيل والإماجينيشن، المعلومة العلمية تغيب كثيراً عن الآباء والأمهات. سرعة الرذاذ الصادر من البخاخ توازي تقريباً 100 كيلو متر في الساعة. يعني أنا دائماً أقولهم زي سرعة السيارة اللي تمشي في الطريق السريع في الدائري أو في غيرها. لا يمكن حتى للطبيب المتمكن الذي يعرف استخدام البخاخ أن يوافق بشكل كبير بين الاستنشاق وإطلاق البخاخ بالفم. لذلك يجب استخدام البخاخ. فيما يخص جزيئات الكورتيزون ونسبة الكورتيزون والقلق من الكورتيزون، أنا أؤكد على ما ذكر الدكتور عبد الله. وفي معلومة مهمة جدا، الآباء الآن مطلعين ومثقفين ويذهبون إلى المواقع الإلكترونية وجوجل وغيرها، جيد أنهم يستحضرون كذلك أن الجرعة الموجودة في البخاخ من الكورتيزون هي بالمايكروغرام، بينما الجرعة اللي موجودة بالوريد أو بالفم هي جرعة المليغرام، يعني وهي النسبة والتناسب كبيرة جدا، هي جزء من 1000 الجزء الأدوية اللي تعطى عن طريق الاستنشاق. ولذلك هي فضلا عن أنها أدوية موضعية لا تتعرض يتعرض الجسم كاملا لها، هي كذلك أدوية بجرعات مقننة جدا من قبل الطبيب المختص. لذلك ينبغي أن لا يكون هنالك قلق أبدا من استخدام أدوية الربو، بل على النقيض التأخر والتراخي في استخدام البخاخات بالجرعة الصحيحة للأطفال يعرضهم لاستخدام أدوية الكورتيزون عندما تنتكس حالتهم عن طريق الوريد والفم، وهذا ما يعرضهم فضلا عن الحالات الحرجة إلى التعرض للكورتيزون المكثف عن طريق الوريد أو عن طريق الفم. جميل. أنا بس يعني لاحظت أن الوقت الآن داهمنا، فأستأذن زملائي الزملاء الأفاضل أنه ممكن نمدد، يعني سكي مدد كمان وقت لانه الان 11:30. لا طيب ممكن انت ما عندك مشكله عبد الله؟ عندك مشكله؟ لا اوكي. لانه في اسئله لازم نجاوبها. دكتور سامي يعني تايم يعني اوريدي 11:30. خلينا نشوف السؤال الاخير، واذا الدكتور سامي يعني مشغول فمعذور مشكورا، لكن اعتقد ممكن نمدد شوي يا ابو اسامه. السؤال: الطفل المصاب بالربو يمنع من ممارسة الرياضة؟ يعني الطفل المصاب بالربو يمنع من ممارسة الرياضة، نعم أو لا؟ إجابة لو سمحتوا. نشوف الإجابة. بيقول لك 74% لا، يعني لا يمنع. ممتاز.
يعني هذا حقيقة هذه أحد الأهداف الاستراتيجية في علاج الربو عند الطفل، أن يمارس الطفل حياته بشكل طبيعي جداً، والهدف الآخر أن ينام بشكل طبيعي جداً، وأن يروح المدرسة ويحضر بدون غياب. هذه أحد الأهداف، في أقل جرعة ممكنة وبأقل عدد ممكن من الأدوية وبأسهل طريقة بحيث يتفادى دخوله المستشفى. يعني هذا المختصر للهدف الاستراتيجي. إذا بمعنى آخر، الطفل لابد أن يمارس الرياضة، وإلا على النقيض أو يعني الأثر الرجعي اللي يأتي من هذه المشكلة، يتزاود وزنه، يصير يعني زيادة الوزن، وبالتالي تكون عبء على موضوع الصدر. إيش رأيك دكتور عبد الله على موضوع الوزن والزيادة والرياضة؟ طبعا يمكن نقطة مهمة وشكرا انك طرقت لها، انه هناك ابطال عالميين في يعانون من مرضى من الربو. فهذه يعني خلينا نقول، دائما اقول لاي احد يجي يقول لي ابغى تقرير للمدرسة عشان ولدي ما يلعب حصة الرياضة عشان عنده ربو، اقول ترى ما يمنع، لانه مرضى الربو حتى الابطال العالميين في معروفين، في ابطال في السباحة وفي غيرها عندهم ربو، فما يمنع انه ابنك، لكن يجب علينا اخذ الاحتياطات. الاحتياطات المهمه طبعا، مثلا نعرف انه اكثر سبب لظهور اعراض الربو عند الواحد لما يمارس الرياضه، اذا كان ماس نقول نحن سخن قبل ما يلعب الرياضه او حصه الرياضه، دخل مباشره في مجهود بدني شديد، فلازم ناخذ الاحتياطات، خصوصا في الجو البارد، واحد يلبس كويس، اذا احتاج انه يحط وشاح عشان تقليل دخول الهواء البارد الى الرئتين، يكون اذا كان من الناس اللي عندهم تهيج يعني بسبب الرياضه، ممكن ياخذ بخاخ الموسع الشعب الهوائيه قبل ما يمارس مثلا مباراه كره او غيرها، يكون مواظب على العلاجات الوقائيه، وفقط اذا كان مريض وقت لعب الرياضه يفضل انه يوقف. اذا كان عنده اعراض او كتمة او صفير خلال هذا الوقت، ممكن ان واحد انه لا هذا اليوم انا ما حلعب، لكن ليس مانع انه مثلا واحد انه مثلا طوال موسم كامل ما يدخل الرياضه بسبب انه عنده اسمه، نقول احنا اسمه مريض ربو. جميل. اعتقد ان احنا كنترول ما راح نرسل الاسئله الفوتنج، حنكتفي ببعض الاسئله، بس في سؤال مهم جدا انا برأي الدكتور سامي فيه، قضيه الطب الشعبي وما ادراك ما الطب الشعبي. يعني يواجهنا كثير من مواضيع انه يعني هناك مثلا هذا الدواء الشعبي او هذه الوصفه الشعبيه، وذكر اللبان والبخور المدرمين وزيوت الزيتون، يعني بدت للاسف لها حتى ترويج في السوشيال ميديا، يعني في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم وانا اتفرج برنامج شهير، يعني ما انا بنقول اسمه، يعني كان يعني من ضمن يعني من ضمن يعني الاشياء اللي بيقولها في البرنامج، بيروج لادويه شعبيه في علاج الربو. ف ايش رايك، يعني ليش نحن ضد الادويه الشعبيه؟ يعني انا ببدا بدايه الحقيقه تخاطب مشاعر الاباء والامهات قبل ان انهج الى الجانب العلمي في هذا الموضوع. لما يأتي الأب، وأنا أب، لما نأتي إلى جوانب مادية بحتة تمس أطفالنا، لها ارتباط بشراء جهاز أو بشراء ملابس أو حتى اختيار المدارس لهم، فإن الأب والأم بحكم العاطفة يتوجه إلى البحث القائم على التقصي والتأكد من فائدة والحصول على الفائدة القصوى من هذا الإجراء الذي سيتم اتخاذه في اختيارنا للعبة، للمدرسة، للملابس، لأي إجراء يمس حياة أطفالنا، وهي حياة غالية علينا جميعا. لذلك الحقيقة قياسا على الأدوية والتدخلات العلاجية، ينبغي على الآباء والأمهات أن لا يجعلوا أطفالهم مرتعا لتلك الشائعات، وأن يكونوا يعني محل أبحاث لعقد يعني تجارب قد تأتي بآثار وخيمة على أطفالهم. نحن كمتخصصين الحقيقة نقف على حالات يعني يندى لها القلب من أطفال تعرضوا إلى تدخلات عن طريق طب بديل غير مثبت الفائدة، أتى بآثار عكسية تماماً على الطفل، وسأتناول جزءاً من هذه التدخلات. استخدام المشتقات الزيتية للجهاز التنفسي تعتبر تدخل يعني سيء جداً لحياة الطفل، وليس فقط لتدهور الأعراض.
المواد الدهنية عندما تتسلل إلى الجهاز التنفسي نظراً لخصائصها الفيزيائية ولتهيجها للجهاز المناعي وتهيجها الشديد، فإن ينجم عنها آثار متعددة جداً، ينجم عنها التهاب ميكروبي غير اعتيادي، ينجم عنها توسع شعبي دائم، ينجم عنها تخمج والتهاب رئوي وتأثيرات قد تطال كامل الجسم والجهاز العصبي. لذلك ينبغي على الآباء والأمهات تجنب أي مشتق دهني يتم استخدامه عن طريق الأنف أو الفم، خصوصا لدى الأطفال صغار السن، لأنهم جهازهم العصبي لم يتطور بعد بالتنسيق بين البلع والتنفس. هذه الحقيقة تتأكد لدى الأطفال عندما يكون لديهم تهيج شعبي في الحساسية، عندما يكون تنفس الطفل متسارع فإن قابلية الطفل للشرقة وللغصة تكون أعلى، ولذلك حقن هذه الأدوية البديلة للجهاز التنفسي في هذه الظروف يشكل الحقيقة خطر جسيم جدا، وأكد على الآباء والأمهات. وأنا أقول للأم والأب بالذات، الآباء والأمهات اليافعين والشباب وحديثين الخبرة، لا تخضعوا للتوجيهات التي تأتي من أفراد أسرة بعيدين أو من رسائل واتساب أو من سوشيال ميديا توجهكم. لديكم منظومة صحية قائمة، لديكم مصادر موثوقة للمعلومة ينبغي التوجه لها. النظام الصحي الآن يقوم على منظومة علمية شديدة التوثيق فيما يخص أي تدخل علاجي في مراحل متعددة، منها الفحص المخبري، الفحص الحيواني على الحيوانات، التجارب استخدامها على جرعات خفيفة على البشر للتأكد من مأمونيتها قبل أن تصل للاستخدام. التكلفة الزمنية والمالية لوجود العلاج على رف الصيدلية هي تكلفة جسيمة جدا، لأنها تدخل خطير وينبغي التوثيق منه. لا ينبغي للأباء التوجه إلى تدخلات شعبية أو علاج بديل دون التأكد من مأمونية تلك الأدوية والحصول على توصيات خاصة. يبقى أن أشير إلى حقيقة مهمة جدا، أكثر من 90% من الأطفال الذين يعانون من الربو يمكن السيطرة على أعراضهم عبر التدخلات العلاجية البسيطة دون اللجوء إلى التدخلات العلاجية المتقدمة. ولذلك لا يوجد مبرر للآباء والأمهات أن ينتقلوا بحكم العاطفة إلى تلك التدخلات البديلة التي تنم، ونحن نتحدث من منطلق مسؤولية كمتخصصين، تنم عن مخاطرة جسيمة في حق هذا الطفل، ينبغي أن توقف مثل هذه الممارسات. صحيح، وحقيقة يعني نحن يعني نلاحظ كثير من العادات السيئة الشعبية المنتشرة، ونعاني من هذه المشاكل لما يأتي الطفل متنوم في المستشفى بسبب التهاب، بسبب نسميه التهابات الزيتية الرئوية. وللأسف معظم هذه الحالات تحدث عند الأمهات والآباء اللي هم اليانج الصغار اللي ما عندهم خبرة بسبب الضغوطات المجتمعية، الخالق تضغط والأم بتضغط ويا بنت حرام عليك يودي لش. يعني للأسف هذه العادات نتمنى أنه، أنا أعتبرها والله من الاعتداء على الطفل حقيقة، عندما يعني يتعرض الطفل لهذا النوع من الممارسة الصحية الخاطئة، هذا نوع من الاعتداء على بالضبط اعتداء على الطفل، ويجب أن يوقف، ويجب أن يوقف الممارسين الصحيين أو الممارسين الغير صحيين في هذا هذا الاتجاه. دكتور عبد الله، دكتور عادل، هل هناك تجارب شخصية يعني؟ يعني أرجع وأقول مرة ثانية، إحنا التهابات الزيتية الرئوية عندنا في المملكة، نحن من أكثر الدول اللي بيعاني من هذه المشكلة. ما بقى شيء ما جربناه. يعني جاتنا الناس اللي جربوا تبخير زيت السمسم وزيت الزيتون، ويعطى طبعا ويعطى زيت زعتر وغيره، يعني خلطة زيت زيتون مع زعتر مختلفة، والتقطير في الأنف لعلاج برضو شغلات زيتية ودهنية. كل هذه ثبت ليس لها أي فائدة، وبالعكس هي مضرة وممكن تسبب التهاب رئوي شديد يستمر الأعراض فيها عدة شهور، قد تستدعي للتنويم في المستشفى وتدخلات مناظير رئوية وغيرها. فرجاء اذا كان في يعني فائده مهمه نرجع نخرج بها من هذا الملتقى، مو بس ان احنا كمان كاباء وامهات ننتبه لهذه النقطه، ولازم ننبه المجتمع من حولنا، لان هذه يمكن احسن طريقه لمجابهه ما بيحصل الان من تناقل الرسائل في تويتر وغيرها في الواتساب وغيرها في
نصائح باعطاء هذه الزيوت وهذه للاطفال، نحن لازم يكون عندنا ردة فعل معاكسه، انه دائما اذا انتبهنا انه في احد بينصح هذا الشيء نحن نحيره نقول له لا مو صحيح. جميل جميل والله. وانا حقيقه اثني دكتور سامي اذا يعني الوقت داهمك نحن بنجلس شويه مع الاهالي بنجاوب على بعض الاسئله. اذا تسمح لي الله يعطيك العافيه. كنت سعيد جدا بهذه المشاركه، واتمنى من الله ان شاء الله ان تكون تحقق الهدف المطلوب، وباذن الله يعني انا اؤكد شكري للجمعيه على هذه المبادره المجتمعيه، وانا متاكد ان هنالك طواقم من الزملاء المتخصصين الذين ان شاء الله سيكونون على اهبه الاستعداد. بفضل الله الانفتاح التقني الان اسهم كثيرا بالوصول للآباء والأمهات وتقديم الرأي والمشورة. سعيد جدا في هذه التجربة، وبإذن الله نتطلع إلى لقاءات. ومرة أخرى رحم الله الدكتورة مها وجعل يعني أي أثر إيجابي لهذا الملتقى بإذن الله في ميزان حسناتها بإذن الله. أستودعكم الله، وكان اللقاء ممتعا. جزاك الله خير، ونحن بنبقى شوي مع أحبائنا. الله يعطيك العافية دكتور سامي، شكرا جزيلا لمداخلاتك، وبالعكس يعني شرفتنا ونورتنا، وانت من الناس اللي يعني مؤسسين لهذه الجمعية، ونحن نفتخر بوجودك معنا. الله يعطيكم العافية. وكما ذكرت سوف تكون هناك لقاءات أخرى، هذه إحدى يعني المبادرات في باكورة السلسلة. يعني الجدول حتتفاجئوا بالجدول، حيكون بشكل يومي محاضرات على طريق الويبينار، ولعل هذا يكون الأجر لمن قام عليها ولمن دعم ولمن دعا ولمن نصح ولمن اقترح ولمن حضر. وللدكتورة الله يغفر لها ويرحمها ويجعلها من أهل الجنة. شكرا دكتور سامي، ونحن مواصلين. والله في أمان الله، وشكرا لكم جميعا في أمان الله. الله يعطيك العافية. نحن بنرجع الموضوع اللي تكلمنا فيه، موضوع الهيربال ميديسن أو الشغلات الشعبية في العلاج. حقيقة أنا بقول كلمة، إذا لا أول خطوة في العلاج، نجاح العلاج لطفل أي طفل سواء أي مرض، أن تكون هناك trust link، حلقة ثقة ما بين الطبيب وما بين الأهل الأم والأب. إذا فقدت هذه الحلقة الثقة، أنا نصيحتي أن يروح الأهل يروح الطبيب ثاني، هذا أول شيء. رقم اثنين، لما تكون في هناك الثقة لابد أن يكون في يعني نوع من friendship، يعني الصداقة. أي استفسار، أي معلومة قبل ما تتخذوها وتمارسوها على الطفل، اسألوا هذلك الطبيب الذي أنتم تثقون فيه، لأنه ما راح يقول لكم إلا شيء هو مؤمن يعني أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا الطفل أمامه في عنقي، أمانة في عنقي، سوف يسأل عنها يوم القيامة. شغلة الطب ليست بزنس، ليست ماني، هي والله أجر. في سؤال وردنا وما جاوبه أنا والدكتور عبد الله، اللي هو ما هي نصائحنا نحن كأطباء خضر في ظل جائحة فيروس كورونا الكوفيد 19، وأنتم عارفين هذا الآن حديث الساعة، وباء اجتاح العالم للأسف الشديد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيل هذه الغمة عن الأمة عاجلا غير آجل. ما هي نصائحنا كأطباء خضر بخصوص طفل عنده ربو في هذه الجائحة؟ سوف نتطرق لهذا الموضوع أنا والدكتور عبد الله. أبدأ بالدكتور عبد الله، ما هي أهم النصائح اللي معروضها الآن من قبل الجمعية فيما يتعلق موضوع مثل مصاب بربو أو كبير مصاب بربو في ظل هذه الجائحة؟ طيب نبدأ أول شيء بموضوع أنه الربو يعتبر من الأمراض المزمنة اللي أصحابها ممكن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وهذه معلومة مهمة لازم يكون عارفينها. فإذا الربو أحوط وأحوج أنه نطبق عليه الاحتياطات اللي ذكرتها يعني منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والمستشفيات والمختصين، في رقم واحد في استخدام الكمامات خصوصا عند الخروج والمخالطة في المجتمع، رقم اثنين التباعد الاجتماعي والتباعد الجسدي قدر المستطاع عند مخالطة أي من الأشخاص خارج المنزل، التباعد، لأنه زي ما ذكرنا الأعراض هذه الكحة أو زكام أو الملامسة هي دائما تكون عرضة لأنه الطفل يصاب بالفيروس. وهناك كما ذكرت الحين الإحصائيات عندنا في المملكة، هناك أطفال أيضا مصابون بالفيروس ومنومين في المستشفيات، فيجب أن نكون حريصين جدا من هذه الناحية. الشيء الآخر أنه مريض الربو
في ظل هذه الجانحة أو في غيرها، لازم إذا كان هو من ضمن الفئات اللي تحتاج تستمر على العلاجات الوقائية أنهم يستمروا عليها، ويكون أكثر حرصا في أنه ما ينقطع عنها مفاجأة إلا عند استشارة طبيبه المعالج قدر المستطاع، حتى لا تحصل الانتكاسة اللي هي ممكن وقتها الواحد مو يعني يصير المخارط الاختلاط، هل هذه الانتكاسة بسبب أزمة ربو شديدة أو هل ممكن تكون بسبب إصابته بالفيروس لا سمح الله. موضوع وايضا من آخر ضمن اتفضل يمكن عشان الوقت بس، يعني من الاشياء المهمه ممكن نلخصها انه لابد ان يكون مريض الربو بوجه عام والطفل بوجه خاص في احسن حالاته هذه الايام، ولابد لانه جائحه كورونا جاتنا للاسف مع موسم الربو، يعني ما زال الموسم مستمر الى الان بنهايه مايو تقريبا او على العيد منتصف العيد يبدا الموسم ينتهي للربو، فلذلك ما هناك اي مزح ولا لعب في قضيه البخاخات، تعطى بشكل دوري ودائم ويتواصل مع الطبيب عن طريق الفيرشوال سواء بالواتس اب او الكلينيك، وانا اعتقد انه الان دور الاطباء لابد ان يكونوا متواجدين في دعم الاسر عن طريق الملتقيات او المنتديات او عن طريق وسائل التواصل عن بعد. بالنسبه للبخار نحن لا ننصح فيه هذه الايام في مستشفيات في الطوارئ او في حتى في المنازل، لانه قد يؤدي الى بعض الرضاض التنفسي اللي ممكن يؤدي الى نشر اي فارس لا سمح الله. باختصار طبيب مريض الربو لابد ان يكون على العلاج بشكل دائم ويبعد بقدر المستطاع عن المهيجات، لانه لو ظهرت الحساسيه او اعراضها قد يكون في لبس ما بينه وبين الفيروس كورونا، وندخل في مواضيع الكورونا، ولا سمح الله لو الكورونا جات للانسان عنده ربو حيكون اقصى من الاشخاص الاخرين. انا بمر يعني انا والدكتور عبد الله على السريع على بعض الاسئله معظمها يعني جاوبنا عليها اثناء النقاش، بس في سؤال هنا يتطرق لموضوع السمسم وزيت السمسم. ام بتقول انا اعطي ولدي سمسم زيت سمسم، نحن ذكرنا اذا زيت السمسم او جميع الزيوت لما تكون للاطفال الصغار بالذات اللي هم في مرحله الرضاعه، هذه الاشياء انا لا انصح فيها ولا زملائي ينصحوا فيها، ولا ننصح فيها ان تعطى عن طريق الانف ولا حتى مشروب، لانه قد يستفرغ الطفل لا سمح الله او يرتجع الماده المحدوده في الامعاء وهو نايم بيدخل ويرجع ويدخل في الرئه ويسبب له التهاب زيتي. السؤال يقول هل الكحه الشديده تعني ان الطفل في ازمه ربو؟ الكحه الشديده لما يكون الشخص عنده كحه شديده، نعم هذه صفارات الانذار. انا اقول للاهالي صفارات الانذار للطفل عندما يبدا يزكن ويرشح او يبدا يكح معناته يعاني، اذا الطفل صار عنده كحه شديده معناته هو الان في مرحله الخط البرتقالي داخلين في الخط الاحمر، يعني هو طالع بالدرج اللي ذكرناه. ما ادري الدكتور عبد الله اذا في اسئله معينه اشوفها. يمكن نشوف كذا سؤال بنا. في هنا مجموعه اسئله تدور حول نفس الفكره، هل من ضروري المضمضه بعد اخذ بخاخات الكورتيزون؟ ما اهميه تنظيف الاسنان والفم بعد استخدام البخاخات؟ كما ذكرنا انه البخاخات الكورتيزونيه هذه اعراضها الجانبيه، يعني نحن قلنا ما نقول انه ما لها اعراض، اعراضها الجانبيه المتعارف عليها هي انه ممكن ظهور الفطريات في الفم في حوالين الفم او حتى بحها في الصوت مع الاستخدام المزمن. فضروري مهم جدا انه بعد استخدام البخاخ اما المضمضه او تنظيف ربطها بتنظيف الاسنان والفرشه بعد الاستخدام البخاخ، مهم جدا لتقليل هذه الاعراض الجانبيه، وخصوصا الاطفال اللي هم بيستخدموا جرعات عاليه او متوسطه من الكورتيزون او اللي بيستخدموها بخاخات لفترات طويله. في برضه مجموعه اسئله برضه حول نفس الموضوع، هو استخدام ادويه الكحه بمختلف مسمياتها، ادويه الكحه طارد البلغم، دواء مذيب البلغم، كلها ادويه لا ينصح باستخدامها لمرضى الربو، بالعكس هناك تعميم من هيئة الغذاء والدواء ومن وزارة الصحة عن استخدام هذه الأدوية في الأطفال، وخصوصا في الأطفال اللي هم أقل من 6 سنوات، أنه لا يحبذ استخدامها أبدا لأن أعراضها الجانبية أكثر من فائدتها، غير مفيدة بعكس لها أعراض جانبية لا يحبذ استخدامها. في سؤال هنا يذكر يقول كيف أعرف أفرق بين طفلي عنده ارتجاع معوي أو ربو؟ نحن ذكرنا في انه بالذات الاطفال الصغار السن اللي في مرحله الرضاعه، يعني ابو 6 شهور 8 شهور وانت نازل،
هذول الأطفال لابد أن نتأكد أنه ما يكون عندهم مشابهات الربو. قد يكون هو بداية ربو بالذات إذا كان فيه علامات وراثية وتاريخ وراثي عند الطفل. لكن كيف نميز الطفل اللي يكون عنده ارتجاع معوي؟ في سؤال دائما نسره الآن، نقول له هل الأعراض اللي بتيجي بالصدر هذا النوبة اللي إحنا كحة أو زرقاق أو إنه كتمة، هل لها علاقة بالرضاعة؟ بمعنى إذا رضعت ولدك هذا بعده بنص ساعة، 45 دقيقة، 20 دقيقة، جيله نوبات كحة، تقول إيوة، نقول طيب احتمال كبير إنه يكون عنده ارتجاع معوي. أو السؤال الآخر إنه أثناء الرضاعة يبدأ الطفل يجيله نوبة الكحة، طبعا هذا يؤدي إنه ممكن يكون في عنده شرقة بسبب عدم التنسيق ما بين البلع وما بين التنفس في عملية يعني ما في انتظام. لكن ما ننسى نقول إنه أزمة الربو بحد ذاتها نتيجة للكحة وارتفاع الضغط داخل الجهاز التنفسي قد يؤدي إلى ارتجاع، يعني يصير زي دائرة مفرطة، يعني عنده أزمة ربو يؤدي إلى ارتجاع، الارتجاع يزيد من أزمة الربو. لكن كيف تفسر؟ الطبيب المختص قد يعرف كيف يميز بينها. في سؤال عن المضاد الحيوي، هل يعني الأم بتقول أنا أروح لأطباء يعطوني مضاد حيوي وكثر المضاد الحيوي؟ تطرقنا لهذا الموضوع، قلنا الربو هو تهيج والتهاب غير جرثومي غير بكتيري، يعني ما هو بعدوى، ما يحتاج مضاد، لكن أحيانا يكون هناك التهاب قد يستدعي إعطائه المضاد، وهذا اللي حدده الطبيب اللي نحن نثق فيه. والطبيب هذا له علامات قد يعرفها، ارتفاع يعني عالي درجة الحرارة، وجود مثلا التهاب معين في الأذن أو في الحلق أو شيء. إذا المضاد الحيوي له دواعيه المقننة وليس إفراط، لأن الإفراط قد يؤدي إلى مساوي. عبد الله، في أسئلة هنا برضو عدة أسئلة عن موضوع استخدام موسعات الشعب الهوائية أو بخاخ البنتونين ومشاكل على القلب. يعني هذا يمكن عرض من الأعراض الجانبية أحيانا لاستخدام موسعات الشعب الهوائية، اللي ممكن بعض الأحيان الأهالي بسببه يفضل عدم استخدامه. هو معروف أنه استخدام البنتولين يسبب تسارع في نبضات القلب، تسارع نحن نقول عنه تسارع مقبول إلى حد ما، ما هو خطر على الطفل. فعادة هذا التسارع يحصل خصوصا في الفترة نحن نقول من 10 دقائق إلى نصف ساعة بعد إعطاء البخاخ، ما منه مشكلة، لأنه التسارع هذا ممكن يحصل الطفل حتى إذا ركض حوالين الغرفة لأخذ لفتين حتلاقي تمسك هذا، حتلاقي في تسارع بسيط. إذا الطفل جاته حرارة بسيطة حتلاقي في تسارع بسيط. نفس الشيء إذا أخذ البنتولين ممكن يحصل التسارع البسيط لنبضات القلب، وعادة هذا ريفيرسبل، بمجرد مع الوقت بيرجع لطبيعة النبضات. إذا نحن ليش نقول إعطاء البخاخات البنتولين موسعات الشعب الهوائية في المنزل هو آمن؟ عند إعطاء في معدل كل 3 إلى 4 ساعات إن شاء الله ما في مشكلة. بعد كذا يحتاج إذا كان أكثر من كل 3 ساعات، إذا وصل لدرجة 2 ساعة أو كل ساعة، هنا أفضل الطفل يتوجه للطوارئ للمستشفى لمتابعة إعطاء العلاجات تحت إشراف طبي. وأهم نقطة في هذا الموضوع هو متابعة نبضات القلب عند إعطاء والاستجابة عند إعطاء هذا البخار أو البخار. عشان كذا يعني هذه النقطة حبيت أكد عليها في من الأسئلة اللي جاءت. جميل. في أسئلة بتجي موجودة شفناها، هي بيور ميديكال، يعني يبدو أنه الحاضرين هم أطباء بيسألون عن أشياء ميديكال، فنحن ما راح نجاوب عليها لسبب أنه هذا مخصص للأهالي، لكن لا يعني هذا إهمال الأسئلة. سوف يكون هناك ملتقى خاص للأطباء قريبا، زملاء أفاضل حيقدموا محاضرات مختصة للأطباء، فنترك لهم الأسئلة هذه وإن شاء الله حنعلن على التويتر الجدول كامل على هذه المحاضرات. في سؤال هنا بيقول لك، يعني في سؤال بيقول انه طفلي مشخص بربو عنده حساسيه ومستمر على البخاخات لفتره طويله، هل منها اثر؟ احنا قلنا لا، ذكرنا وتكلمنا وتطرقنا لموضوع البخاخات ما لها اي اثار جانبيه، لكن احيانا نوقفها في فترات معينه خصوصا لما يخرج الموسم، يعني فوق موسم الصيف بالذات، يعني نقول جون وجولاي وأغسطس، يعني شوال وذي القعدة وذي الحجة هالسنة، أحيانا نبدأ نقلل العلاج والخطة العلاجية لأنه هم يبدوا مشاكلهم على الشتاء قبله بشهر وبعده بشهر. فهذا أعتقد أنه يعني لا توقف إلا بقرار طبيب مختص، وأنا أنصح أن يكون الطبيب المعالج اللي هو دائما ماشي على الخطة العلاجية ويعرف ولدكم ويعرف طفلكم
وعارف يعني حالته من A to Z. عبد الله، في سؤال هنا برضو بيقول عن هل ممكن يختفي الربو او يخف الربو عن ابني؟ في يعني احد الدراسات اللي نشرت ذكرت عن الربو او الاعراض اللي بتظهر للاطفال خصوصا لما تظهر في سن مبكره، ايش احتماليه استمرار هذه الاعراض حتى الكبر؟ طبعا وجدوا ان الاطفال اللي ظهرت معهم الاعراض في سن مبكره نقدر نقسمهم الى 3 اثلاث. ثلث من الاطفال تختفي منهم عاده الاعراض على سن دخول المدرسه ما بين الخامسه الى السادسه من العمر، ممكن تختفي عنهم الاعراض. ثلث يختفي عنهم الاعراض فتره البلوغ، عشان كذا يقول والله انا ولدي مثلا بس صار عمره 10 11 12 سنه راحت عنه الاعراض الحمد لله. وفي ثلث اللي هم يكملوا الاعراض معهم الى الكبر، وهذول عاده هذول الفئه هذه الفئه اللي تكون عندها اعراض وراثي موجوده عند الاب او الام، او اعراض حساسيه عاليه عندهم تكون عند، حتى اعراض غير حساسيه الصدر تكون عندهم اعراض اكزيما واعراض حساسيه انف، فهذه الفئه ممكن تستمر معهم الاعراض الى الكبر. جميل. في سؤال بيقول هل الحاله النفسيه بتاثر على الربو؟ الطفل يعني بتجيله نكسات لما يتاثر نفسيا؟ طبعا، احنا قلنا الحساسيه هي تحسس نتيجه لمحسس، يعني مهيجات. من ضمن المهيجات زي البخور والعطور والغبار وهذه الاشياء، العامل النفسي يعتبر مهيج. لما يكون الطفل حالته النفسيه تعبانه او تعرض لحاله نفسيه سيئه يعتبر من ضمن المهيجات اللي تهيج الربو. سؤال بيقول طفل يتنوم يعني 4 مرات خلال الموسم. احنا قلنا اذا كان الطفل يتعرض لتنويم بشكل متكرر، انا شخصيا اقول انه هذا هناك في مشكله، يا تشخيص خطا ما هو ربو في شيء ثاني، او يكون التشخيص صحيح ولكن العلاج اللي يعطى خطا، يعني الجرعه خطا او طريقه اعطاء العلاج خطا، مثلا ما هو بالقمع بالفم او الجرعات فيها مشكله. لا نسمح، او انا اقول طفل يصاب بربو ويتعرض لنوبات وانتكاسات ويدخل المستشفى بشكل دائم او العنايه المركزه، هذا خط احمر انذار لابد ان يحول الى طبيب مختص في الامراض الصدريه والربو. خلاص، انا اذا كان انا طبيب عام اقول هذا حدي، انا ما اقدر اسوي شيء، احوله للطبيب المختص لان هذا واجب عليه يحوله. عبد الله، هذا نفس هذا في نفس هذا المحور برضو في احد الاباء هنا بيذكر انه عنده طفله تصاب بالتهاب رئه مصاحب لكل ازمه ربو، يضطر فيها التنويم في ادخال العنايه المركزه. السؤال هذا طبعا مهم جدا انه نعرف انه لازم زي ما كما ذكر الدكتور عادل، اذا كان مريض الربو بيتظهر معه اعراض اخرى كل مره زي ما اقول لك يدخل عنايه مركزه كل مره يصاحبها التهابات زي التهابات رئه او التهابات صدر، يجب البحث عن ما يسمى مشابهات الربو او المشاكل الاخرى اللي ممكن تسبب هذه النقطه. مريض الربو عاده اذا التزم بالعلاجات الوقائيه، اخذ علاجاته الموسعات الشعب في الفترات اللي توصفت له، وابتعد عن المهيجات، مفروض ان الطفل يعيش حياه طبيعيه مثله مثل اي طفل اخر. التنويم المتكرر في العنايه المركزه او التنويم المتكرر في المستشفى وانت متاكد انه انت بتحافظ على استخدام العلاجات الوقائيه وتحت اشراف طبي، هنا يجب البحث عن متخصصين لبحث امكانيه وجود مشكله اخرى غير الربو. جميل. في اسئله بتيجي عن للامراض السيستيك فيبروسيس او التليف الكيسي، في كذا سؤال انا شفته يبدو انه في بعض الاهالي عندهم يعني اطفال الله يشفيهم عندهم تليف كيسي. انا يعني اطمنهم وابشرهم انه حيكون في ملتقيين قادمان خلال الاسبوع هذا في نهايته عن التليف الكيسي، وهذا اقل شيء ممكن نقوم به بالجمعيه وبالمجموعه المختصه لهذا الموضوع. احنا مقصرين ولكن هذا اقل شيء ممكن نقدمه، حيكون في ملتقى للاطباء وملتقى للاهالي حنعلن عنه عن طريق المنسقه لهذا الموضوع وقريبا. بالنسبه في سؤال يقول يعني انا عندي ربو هل يروح؟ طبعا احنا تكلمنا من شروط ان الربو يختفي انه لازم نتحكم فيه مبكرا، كلما تحكمنا مبكرا كلما راى يعني ذهب الربو واختفى بسن ان شاء الله مبكره. عبد الله، سؤال هنا بيذكر
يعني بيسأل عن الفرق بين طبيب الأطفال وطبيب أطباء صدرية الأطفال. يعني أطباء صدرية الأطفال هم أطباء يعني متخصصين في درسوا بعد طب الأطفال، زمالة أمراض الصدرية الأطفال، وعددهم في المملكة دكتور عادل يمكن عندك أنت آخر إحصائية. احنا ما شاء الله يعني اللهم زيد وبارك ويحفظنا من العين، وصلنا فوق ال 93. يعني بدأنا في فترة بسيطة، يعني ما كان أعدادنا تتجاوز ال 12 أو 13. في أول اجتماع كان في 2007، كان عددنا تقريبا، يعني أتذكرهم في اجتماعنا في العسكري يمكن كنا 16 شخص. الآن الحمد لله يعني خير وعام، ربنا إن شاء الله يكتب الخير يا رب. طبعا متوزعين بين كل المدن الرئيسيه، وحتى الان المدن الطرفيه الحمد لله صار متواجد فيها اطباء صدريه اطفال. الحمد لله. وعلى فكره الطبيب العام هو يعتبر الخط الاول في علاج الربو. نحن يعني دائما ثقتنا في الله سبحانه وتعالى وفي الاطباء، هم اطباء اكفاء واطباء ما وصلوا لمرحله استشاري في الطب العام الا هو متقن بمهارات الطب العام بشكل عام، وخصوصا الامراض الشائعه الكومن اللي من ضمنها الربو. لذلك هم الخط الاول، نحن بالعاده نكون الخط الثاني، يحولوننا لما تكون الحاله صعبه او نساعدهم. لكن في سؤال هنا الدكتور سامي ذكر انه البخاخاتكم مستمره. نعم، نحن نقول انه لابد ان يكون البخاخ الواقي بشكل مستمر، استمراريته تحدد بحسب المريض وحالته والموسم والاعراض اللي هو يتعرض لها والمؤثرات الخارجيه. يعني اللي قيم هذا الشيء هو المراجعات. لذلك أنا أقول دائما أتمنى أن أشوف الطبيب المريض بالربو في عيادتي بشكل دائم، ولا أشوفه في الطوارئ. أتمنى أنه ما أشوفه في الطوارئ. وجوده في الطوارئ معناته انتكاسة، وجوده في العيادة معناته أموره زينة. كيف نحدد الكورس ومتى ينتهي أو لا؟ زي ما ذكرنا ستيب أب ستيب داون. يعني نحن نمشي مع الطفل يعني 6 أسابيع، شهر ونص، 3 بالكثير، نقيم ونبدا نقلل في الادويه ونزيد حسب الاستجابه من عدمها. بس خلال الموسم ما هناك اي يعني تلاعب في الجرعات، والاثار الجانبيه صفر. طيب تفضل عبد الله. في واحده زعلانه لانه ما بنجاوب على اسئلتها. في عندنا اكثر من 150 سؤال حاليا، لكن تقرا سؤالي بالضبط. اللي يعرف ان ادويه الربو تستخدم عند الضروره، يمكن تكون معلوماتي فيها نوع من الضعف، لذلك ارجو الافاده. هذا يمكن نحن جاوبنا خلال اللقاء. الصوت مرة ثانية. أيوة نرجع مرة ثانية. واضح الصوت؟ ألو، الصوت كان مرة مزعج، ما أدري أنا عند الجميع أو لا، ما سمعنا. تفضل. أيوة، فالسؤال بتقول أعرف أن أدوية الربو تستخدم عند الضرورة، يمكن تكون معلوماتي فيها نوع من الضعف، إذا أرجو الإفادة. طبعا نرجع كما ذكرنا خلال الملتقى انه هناك نوعين من الادويه. في الادويه اللي تستخدم عند الضروره او عند انه احنا نسميها موسعات الشعب الهوائيه، وهذه نوع من الادويه من العلاجات. وفي الادويه الوقائيه اللي هي تستخدم حتى عندما يكون الطفل وضعه كويس، ما عنده يعني حرص. فنوعين من العلاجات. صحيح المعلومه اللي ذكرتيها انه في بعض الادويه تستخدم عند الضروره، لكن هناك ادويه تستخدم للاطفال اللي تكون عندهم نوبات متكررة ونستخدم معهم علاجات وقائية حسب الموسم، وهذه يبغى لها إشراف طبي عشان تحديد متى تبدأ العلاج الوقائي ومتى ينتهي. عادة تستمر عدة أشهر. أنا أعتقد لأن التايم يا أبو أسامة، الحديث ذو شجون واللقاء جميل جدا، ساعتين ما تكفي، لكن هذا ما سمح به الوقت. ونعتذر لكم إذا طولنا، المفروض 11:30، بس الأسئلة ما زالت والله كثيرة، وما زال أنا أشوف أسئلة تأتي. لعلنا نخلي الكنترول يجمعها لنا ونجاوب عليها على تويتر مثلا. أتمنى أنه رسالة وصلت، أتمنى أنه أبناءنا يكونوا في أتم صحة وعافية في جميع الأوقات، خصوصا هذه الأيام. أطفالنا أحباؤنا هم المستقبل، هم اللي بنعتمد عليهم إن شاء الله. نحافظ عليهم صحيا ومعنويا ونفسيا، والله خير حافظ. أشكر جزيل الشكر زملائي دكتور عبد الله يوسف، أستاذ الحيدر، الأستاذ فيصل العتيبي الدينمو المحرك لهذا اللقاء في الكنترول، جميع الزملاء في مجلس الإدارة، وجميع الزملاء والزميلات في جمعية السعودية للطب صدر الأطفال،
على هذه الأفكار وهذه المنتجات. القادم بإذن الله جميع ستكون هناك مبادرات كثيرة ولقاءات جميلة رائعة جدا، أقل ما نقدمه لأحبائنا الصغار الأطفال وأهليهم الأعزاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيهم ويعافيهم ويخليهم لكم وتتمتعون فيهم وتتمتعون بصحتكم وعافيتكم. نراكم في لقاءات جميلة رائعة قادمة لجميع التخصصات. هنتكلم عن السيستيك فيبروسيس التليف الكيفي بملتقيين، هنتكلم عن الربو للأطباء الأعزاء، هنتكلم عن أمراض النوم في ملتقى للأسر وملتقى للأطباء، هنتكلم حتى للأطباء اللي في التدريب لهم برامج خاصة بإذن الله. نسأل الله الأجر أن يديم علينا الأمن والأمان والصحة والعافية، تزول هذه القمة عن الأمة ويحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. في أمان الله، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونراكم على خير. شكرا عافية. شكرا دكتور عادل. إذا ممكن، لأنه برضو في أسئلة، إذا ممكن دكتور فيصل لو تترك رابط الجمعية في تويتر، في سوري في أي في الشات، إذا ترسل لهم الرابط أساس اللي عندهم أسئلة واللي يبغى يطلع على الفيديوهات ممكن يروح في صفحة اليوتيوب أو في الرابط. احنا اللقاء هذا كامل حيكون على اليوتيوب على قناة الجمعية، على التويتر حيكون برضو رابط، وإذا في أي سؤال أو استفسار على التويتر لعل الله أن يكتب في العمر بقية ونجاوبكم، والله يطرح البركة في المجهود والجهود، ونراكم على خير.